يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شازل. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كتير واحنا عاملين ألف صفحات السوشيال ميديا كده بنلاقي بعض البوستات المتشيرة من الناس بيتكلموا عن مصر وجمال مصر، صور جميلة جدا لمصر، حتى إنه في بعض البيجيات كده بتعمل مسابقات كل فترة عن أجمل الأماكن السياحية الموجودة في مصر، وبنلاقي الناس بتشارك بكثرة. بنلاقي بقى صور من الأهرامات، صور من العاصمة الإدارية، صور من العلمين الجديدة، كمان من المشروعات الزراعية العملاقة، من الريف، من قرى حياة كريمة، وكاتبين عليها مصر جميلة. كل ما بنشوف الصور دي على طول بنفتكر الموال الجميل اللي عمله العبقري محمد طه، مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. الموال ده لما بنسمعه بنحس بالونس، بنحس بالألفة وريحة كل حاجة حلوة في شوارعنا وفي المدن المصرية. صحيح يا شازلي، يعني احنا متعودين أي صور أي فيديوز لأي مكان سياحي في مصر لأي معلم موجود في مصر دايما بيبقى مرتبط معانا بكام كده أغنية، ومن ضمنهم موال مصر جميلة. هي يمكن ده من أجمل المواويل اللي اتكلمت عن مصر وعن جمال مصر. وبالمناسبة كمان النهاردة بيمر 101 سنة على ميلاد الفنان الشعبي الكبير محمد طه الشهير بصاحب 10,000 موال، المطرب أو مغني هذا الموال. محمد طه هو واحد من أبرز المطربين الشعبيين الحقيقة جم من صعيد مصر وتألقوا في قلب القاهرة، وقدموا لنا لون غنائي مختلف بيعبر عن بيئتهم وعن مجتمعهم، بيعبر كمان يا شازلي عن ناس كتير جدا. بكل تأكيد، وهو لما جه من الصعيد إلى القاهرة كان جاي يشتغل في مصنع، فلما سمع صوته بقى واحدة واحدة بدأ يوصل وبدأت الناس تسمعه. طبعا بدأ بالغنى في الموالد الشعبية، مولد سيدة زينب وسيدنا الحسين، وبعد كده اتشهر بصور كتيرة جدا من الغناء والتحق بالغناء في الإذاعة المصرية، وكان حقيقة مبدع جدا في الموال، وخصوصا انه كان من الناس النادرة اللي بترتجل على المسرح، وده كان شيء صعب جدا مش اي حد يعمله. طبعا الارتجال بيحتاج قوة ذهنية عالية جدا، بيحتاج لباقة، بيحتاج تركيز، وده اللي خلى الجمهور كمان يتفاعل معه. صحيح يا شازلي، هي كان بيرتجل مش بس كلمات المواويل بتاعته، ولكن حتى التلحين كان بيعمل ده هو وهو موجود على المسرح. وده زي ما كان شازلي بيتكلم، ده محتاج موهبة فذة انه يقدر شخص وهو موجود على مسرح انه يقدر يكون رصيده 10,000 موال كلهم هو بيرتجل فيهم ان كان الكلمات او التلحين. يعني اعتقد ده ابسط وصف ليه ان هو عبقري. وبالتاكيد لمحمد طه كمان في محطات فنيه وتاريخيه كتيره جدا، واحنا بنتكلم عن حياه رائد المواويل الشعبيه محمد طه هتكلم عنها النهارده في حلقتنا بالتفصيل. صباح على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نصبح على فاطمه ونتعرف منها على اخبار الشوارع دلوقتي. صباح الخير عليك يا فاطمه. صباح الخير شاذلي، صباح الخير جمانه، صباح الخير على كل متابعي ومشاهدي القناه الاولى، وصباح الخير يا مصر. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية. وهنروح عند كوبري الجلاء هنلاقي برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر، أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات. في الجيزة خلونا نستعرض هناك الحالة المرورية، شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية. وهنفكر حضراتكم أن في بعض الطرق مغلقة في القادم من أكتوبر زي الدائري والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو.
خلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط قدام مستشفى أسيوط الجامعي، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما بنوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة، وهناك سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية، ولو بدأنا طريق من مبنى ديوان عام المحافظة هنأخذ طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من محافظة القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة، والطقس كمان هيكون النهاردة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه في نشاط رياح على بعض المناطق، شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة متوقعة النهاردة في القاهرة هتكون 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في العالمين 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس لكن بعد قليل. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم ورخاء. كمان سيادة الرئيس قال عبر حسابه أو حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية. في أخبار كتيرة حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، وكلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة اللي بتقوم بيها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتتم في محافظة السويس ومحافظة دمياط، وأكد أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مشروع سكن لكل المصريين ومشروعات حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وخلال الاجتماع شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وده في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب. وكلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة اللي بتقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ودورات المياه والتأكد من سلامتها، فضلاً عن أعمال الإنارة وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية. وشدد رئيس الوزراء على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس. خلال الاجتماع تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، ومن بينها مبادرة سكن كل المصريين اللي بيتم تنفيذها على مرحلتين بإجمالي 25,000 وحدة سكنية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وده بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي وصل ل 545 مشروع بتكلفة إجمالية تتخطى 3 مليار جنيه.
امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت الحكومة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، وحيث يتم احتساب عدد الأرغفة اللي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر. وبالنسبة لأخبار المحافظات، فإن تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قرية الأمرية التابعة لمركز أبو تشت ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي الأقصر تم تحليق 40 رحلة بنو طائر على متنها 950 سائح بالبر الغربي. كمان في بني سويف تم إجراء اختبارات للمتقدمين في رياضة رفع الأثقال ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. في الوادي الجديد تم اختيار أفضل 18 مشروع ضمن مبادرة المشروعات الخضراء. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت، وده عقب الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية مد فترة التقديم الورقي لطلاب الثانوية العامة نظراً لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب الالتحاق للطلاب المستجدين، وده حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023. وكانت المدينة الجامعية بالإسكندرية فتحت أبوابها للتقديم الإلكتروني خلال شهر أغسطس الماضي للطلاب الجدد والقدامى، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين للإقامة بالمدينة. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر حالة من الإقبال الكبير من السائحين مع تحسن حالة الطقس، وحلقت الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 950 سائح من حول العالم. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة عن انتهاء نقل عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى القصاصين التخصصي بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية ومد خدمات البنية التحتية استعداداً للافتتاح قريباً وبدء التشغيل لتقديم خدمتها الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين والقرى المحيطة. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي طوال الأسبوع الجاري 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من عدة دول مختلفة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. في بني سويف نفذت مديرية الشباب والرياضة اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمرحلة السنية مواليد 2010-2011-2012 بنين، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الأيتام وأبناء الشهداء. في المنوفية نظمت جامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بمحافظة شمال سيناء بمدينتي نخل والحسنة، وقعت الكشف الطبي على 1500 مريض في تخصصات طبية مختلفة، وضمت القافلة 13 عيادة تخصصية ومعمل تحاليل طبية، كما تم توزيع 200 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن انتهاء أعمال لجنة تقييم وفرز المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية باختيار أفضل 18 مشروع في الست فئات اللي بتتضمنها المبادرة، بواقع 3 مشروعات بكل فئة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنطمن حضراتكم على حاله الطقس المتوقعه النهارده. هيئه الارصاد الجويه تتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهارده نشاط رياح على بعض المناطق وشبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ومود
مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه فاطمه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فاطمه. صباح النور. وعايزين نطمن بقى ونطمن الساده المشاهدين النهارده على حاله الطقس المتوقعه. احنا طبعا نطمن كل الساده المشاهدين، الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، ارتفاعات طفيفه جدا في قيم درجات الحراره بمعدل درجتين عن الاسبوع الماضي. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 34 درجه مئويه، لان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، وعدم وجود اي سحب مؤثره ان هي تحجب جزء في اشعه الشمس، فبالتالي هيساعد على وجود ارتفاع في درجات الحراره في الاجواء فتره النهار، وتحديدا في فتره الظهيره هي اجواء حاره على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يمكن اجواء فتره الليل هتظل اجواء لطيفه تماما، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مش هيحصل تغيير كثير في قيم درجات الحراره خلال فتره الليل، هنظل نحس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل، وخاصه زي ما بنقول فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، خاصة كمان ان انخفاض نسب الرطوبة فترات الليل ووجود نشاط نسبي للرياح، العوامل دي هتخلينا نحس بمزيد من الانخفاضات فترة الليل، بالاضافة كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجوية هي الشبورة المائية. الشبورة المائية ما زالت بتتكون على اغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الافقية فترات الصباح الباكر، والشبورة المائية كثافتها بدأت تزيد، يعني الشبورة المائية بتكون كثيفة احيانا على بعض المناطق، وبتؤدي المزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من الساعه 7 او 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق، الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، لكن على مدار هذا الاسبوع هو اللي هيكون فيه ارتفاع في قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع ما بين 34 و35 درجه مئويه، عشان كده احنا هننصح كل الساده المواطنين قدر الامكان فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تخليناش نحس بقيم درجات حراره مرتفعه، بالاضافه كمان قائد المركبات والمسافرين على الطرق فتره الصباح الباكر القياده بالذوق تام اثناء تكون الشبوره المائيه، واحنا في فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغيرات الحاده والسريعه في حاله الجو، فمهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه اكيد بالتاكيد، ونتمنى السلامه طبعا لكل سائدي المركبات سائق المركبات على كافه الطرق المؤديه من والى القاهره. لكن دكتور منار خلينا نتكلم عن الرياح، هل هيكون في رياح مثيره للاتربه او رياح خفيفه او هيكون عدم وجود رياح في الايام القادمه؟ لا هو طبعا في نشاط نسبي للرياح، لكن هو مش نشاط قوي، هي رياح معتدله هتخلينا نحس ان نسب الرطوبه اقل، وخاصه فترات المساء، يعني احنا مش هنحس بيها غير مع فترات المساء وساعات المغرب في بعض محافظات الجمهوريه، هتقلل باحساسي بنسب الرطوبه وتخلينا احس بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره، الحمد لله مفيش اي تقلبات جويه او ممكن تكون ظواهر جويه هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله حتى يوم الجمعه القادم. دكتور منار، مع بداية دخول فصل الشتاء هل هنحس بالدرجات الحرارة هتقل في الأيام القادمة ولا ارتفاع درجات الحرارة هيفضل معانا مستمر؟ هو احنا طبعا بدأنا فصل الخريف من الأمس، فصل الخريف النص الأول دايما من فصل الخريف لأن هو معروف بالفصول الانتقالية اللي بتاخد من الفصول القبلية والبعدية، بيبقى النص الأول من الخريف، يعني احنا كمان على مدار شهر 10 ممكن تكون بعض الأيام فيها ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ما بتكونش ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، بتبقى بقيم طفيفة زي الأسبوع ده كده، ومرة أخرى درجات الحرارة بتعتدل، معظم أيام فصل الخريف بيبقى فيها اعتدال في درجات الحرارة، تكرار أيام الحرارة بتبقى أقل، موجات ارتفاع في درجات الحرارة بتبقى أقل، فإن شاء الله ما نحسش بشكل كبير بأي ارتفاعات في درجات الحرارة، بالإضافة كمان فترات الصباح الباكر هنبدأ نحس فيها بانخفاض درجات الحرارة، هنبدأ نحس بالبرودة في فترات الصباح الباكر تدريجيا مع تقدم الأيام، البرودة فترة الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر
فرق درجات الحراره بين النهار والليل هيبدا يزيد بشكل كبير، ده اللي هنبدا نحس بيه. بس الى الان الحمد لله الاحوال الجويه مستقره، ما فيش فرق كبير في درجات الحراره، لكن تدريجيا هنبدا نحسه. واول ما نبدا نحس بالبروده فترات الصباح الباكر هنبدا تدريجيا نغير كمان الملابس بتاعتنا من الملابس الصيفيه للملابس الخريفيه. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، ودي طبعا كانت حاله الجو المتوقعه النهارده. خلينا نروح لشاذلي وجمانه لاستكمال صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي فاطمه. مشاهدينا دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية تحت شعار مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي. يأتي هذا المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030، حيث اتجهت الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ومع ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، تغيرت التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، وأصبحت التنمية المستدامة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الأعمال كإحدى أهم ركائز التنمية، كما اتجهت الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية تجمع بين فريق الأهلي مع سان جورج الإثيوبي على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 8 مساء. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة، هيلتقي تشيلسي مع أستون فيلا الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي كولم من ليفربول مع ويست هام، وأرسنال مع توتنهام، وبرايتون مع بيرنموث، والساعة 6:30 هيلتقي شيفيلد يونايتد مع نيوكاسل يونايتد. دايما بيكون عندنا علامات مميزة ومضيئة في كل مجال، طبعا اللي هنتكلم عنه دلوقتي مع حضراتكم هو علامة مميزة جدا في تاريخ الصحافة والإعلام المصري، قضى تقريبا عمره كله ما يزيد أو ما يصل إلى 70 عام من عمره وهو كاتبا وصحفيا وشاهدا على تاريخ مصر. امبارح كان في احتفال بذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتم خلاله تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي. الحفل أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية المسرح الرئيسي، وحضر مجموعة من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين. المؤسسة دي اتعملت سنة 2007 و 2006، وده كان في حوار بيني وبينه في حتة، وقلت له يعني الصحافة وبتاع يعني لازم تدي مرة تانية، واقتنعنا احنا حوالين الترابيزة، كان في اخوي حسن وكان في علي طبعا دكتور علي، وطلعت الفكرة دي هيت وهو حطها موضوع التنفيذ. والميزة فيها ان احنا زي مؤسسة مهمة فيها فلوس اتحطت مرة واحدة ما هياش، وبالتالي ريع هذه الوديعة زي ما حضرتك عاوز هي اللي بتصرف على المؤسسة، وهي دي اللي ضمنت لها الاستمرارية. دي نقطة مهمة جدا، ممكن يبقى في حاجات بتتعمل وبعدين ما بيكتبش لها ان هي تبقى فيها استمرارية. ببساطة شديدة جدا كل ما كتبه الأستاذ هيكل أنا قريته وعندي وما زلت محتفظ به، ما عدا كتاب إيران فوق البركان، أول كتاب هو عمله، وأنا الحقيقة في أول ما قابلته وجها لوجه أول حاجة سألته عليها الكتاب، قلت له عند حضرتك؟ قال لي حسن لا ما عنديش ولا نسخة منه، كل مقالات بصراحة واللي طلعت في مجلدات من جريدة الأهرام واللي كانت بتنشر يعني في حياته طبعا كنت حريص ان انا اقراها. هو ليه انا حبيته قوي كده يعني؟ عشان انا حبيت الصحافة وهو حببني بالصحافة، وابويا نجيب المستكاوي حببني بالصحافة، والاتنين حببوني في الأهرام، فكان حلم حياتي ان انا اروح الأهرام، وبعد 10 سنين شغل بره
ضحيت بكل حاجة عشان أروح الأهرام، وأنا سعيد جدا أن أنا كنت من أولاد الأهرام. Well, I first came to Egypt in 1963. جئت لمصر أول مرة عام 1963، وكنت في 18 من عمري، وجئت بعد ذلك لمصر في عام 1973. وفي ذلك الوقت كان عدد المصريين 20 مليون فقط، ومليون في القاهرة فقط. ورأيت حتى الآن تطورا كبيرا وضخما في البلد من الإعداد والتطورات في البنية التحتية. أما عن الحرب فقد كانت فترة صعبة ومثيرة في نفس الوقت، وكان التوتر يملأ الأجواء، فقد عبرت القنال مع القوات المصرية، وبعد ذلك وقف إطلاق النار ذهبت للقاء الفريق الشاذلي، وكنت متواجدا في مفاوضات وقف إطلاق النار بين المصريين والجانب الآخر والأمم المتحدة، ولحظة وصول كيسنجر في ذلك الوقت، واستمتعت بشهرين في مصر ذلك الوقت، وجئت منذ ذلك الوقت عدد مرات قليلة، وهذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات. زيارة السادات للقدس هي من فتحت الطريق للسلام وتحسين العلاقات، وما زالت العلاقات متوترة، خصوصا أن مصر هي رمانة الاستقرار والأمان في الشرق الأوسط. أنا كنت من الفايزين في 2019، وطبعا فخر لأي صحفي أنه هو يرتبط اسمه باسم الأستاذ محمد حسنين هيكل، يعني بتحس أن أنت بقيت جزء من إرث الأستاذ، وبالتالي بالإضافة لشعورك بالفخر برضو عندك شعور بالمسؤولية أن أنت تبقى قد أن اسمك يبقى مرتبط بجائزة زي كده، وتحاول أن أنت تطور من شغلك وتكبر أكتر كمان. طبعا أن صحفي يكون شاب بيبدأ حياته المهنية اسمه يقترن في البداية باسم الأستاذ هيكل، فده طبعا حاجة مهمة، وحاجة برضو بتخلينا اللي احنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة، يعني بنحس دايما بيها اللي هي دي اهم جايزة في الصحافة العربية، فاللي احنا ناخدها فطبعا ده بيكون على مشروع، فالمشروع ده احنا في حاجة لاستمراره، فده بيكون دافع اللي احنا الرسالة بتاعتنا نستمر فيها، نبقى عايزين دايما نوصلها طبعا. والله الأستاذ محمد حسين هيكل كان هو مؤسسي، إنه أولا هو اللي ابتدى المؤسسة، كان في اهتمام من جنبه من جانبه إنه هو يبقى يدي فرص تدريبية للصحفيين الشبان في مصر وفي العالم العربي، واحتكاك بالذات مع الصحافة الأجنبية، وده كان في حياته. لما توفى الحقيقة احنا عارفين إنه هو كان نفسه إنه برضو المؤسسة ترعى جائزة باسمه لتشجيع المواهب الصحفية برضو الشابة على الانطلاق، يعني هم ناس أثبتت فعلا موهبة، أثبتت جدارة، أثبتت صحافة هادفة وفيها إبداع على سن صغير، وإحنا نتمنى أنه اللي بنقدمه في مؤسسة هيكل أنه تكون دفعة أو انطلاقة ليهم على مجالات أوسع إن شاء الله. جايزة المؤسسة نفسها هو عملها من أجل التجديد في الصحافة، من أجل حرصه الدائم، هو عمل من الأهرام أسطورة وعمل هو نفسه أسطورة، أعتقد أنه المؤسسة دي هو عملها مخصوص للشباب، والنهاردة أجيال ربما ولدت في أواخر عمر الأستاذ هيكل أو ما بعده، أو يعني في العقدين الأخيرين من عمره، ومع ذلك كتبه ما تزال وأفكاره قادرة على جذبهم والتفاعل معهم بشكل ما. جايزة ممكن تكون بالنسبة لعبد الله قيمتها كبيرة، لكن أنا في رأيي أن قيمة الجوائز وقيمة جائزة الأستاذ محمد حسنين هيكل تحديدا في مدى استقلاليتها، في مدى النور اللي بتعطيه لمئات الصحفيين من جيلي اللي بيحتاجوا ان هم يتاكدوا ان هم على الاقل على الطريق الصحيح، ودي حقيقه يعني لو تحققت منا الجائزه هذا الامر فقط لكفاها. وبالتالي انا دايما بقول انه الصحفي يحتاج الى المحاوله، لا ييأس، وفي النهايه الجوائز هي توفيق من عند الله، لكن المحاوله هي التي في النهايه تاتي بنا الى هنا. هيكل يحتذى كنموذج ملهم للفن كتابة المقال، يعني نموذج ملهم، ويجب أنه العز يمتهن الصحافة أولاً يقرأ للكتاب ويبتدي، وبالذات لما يكون متخصص يعني زي حالتك تكون، يعني الصحافة هي تخصصك، أنك تعرف إيه سر الجمال. فهيكل ما كانش مجرد كاتب بيكتب مقال مهم، لا، كان يكتب مقالاً جميلاً، يعني دايماً في جمال إبداعي. الأستاذ هيكل صاهرة فريدة أعتقد لن تتكرر بسهولة،
يعني جمع في ثقافته وفي مسيرته من الصحافة والسياسة الأدب والتاريخ وكتابة تؤليف الكتب. طبعا رحم الله الأستاذ محمد حسنين هيكل أحد عمالقة صاحبة الجلالة، وزي ما قلنا لحضراتكم شاهد على عصور مختلفة الحقيقة وهامة جدا في تاريخ مصر منذ تولي الملك فاروق حتى وفاته في 2016. يمكن كتب كمان عشرات الكتب، كان فيها صحفيا وكاتبا ومحللا وشاهدا على العصر زي ما قلت لحضراتكم، وأعماله وكتاباته عايشة معانا حتى الآن، وأعتقد أنها تستمر لسنين طويلة جدا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وانطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية واللي بيتم تدشينه في دورته 16 بمشاركة حوالي 30 فرقة مصرية ودولية. كمان المهرجان بيتيح فرصة مهمة جدا لإجراء حوار حضاري بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية، وكمان بيساعد على ترويج السياح المصري. أجواء من البهجة والفرحة بدأت بمجرد انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16. المهرجان اللي كل المصريين بيستنوه من السنة للسنة. بدأت السهرة الفنية الجميلة للمهرجان اللي بيأتي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبدعم من وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ببيت السناري، وسط تنظيم رائع وحضور جماهيري كبير. الحمد لله السنة دي عندنا 10 دول أجنبية بالإضافة إلى فرق السفارات داخل مصر والفرق المصرية المنتقاة اللي احنا مختارينها عشان تشارك في المهرجان. الحقيقة المهرجان طبعا بيتميز هذه الدورة بتزامن مع المولد النبوي الشريف، ففي ورشة مخصوص للاحتفالية المولد النبوي. نستضيف النهاردة أولى فعاليات مهرجان سماع في دورته 16 في بيت السناري، وهو مستمر لمدة 3 أيام، وبنشوف من خلاله طبعا نماذج مختلفة من الفولكلور والتراث المختلف من دول العالم، من أغلبية دول العالم، وده بيبقى فرصة كويسة عشان الجمهور نفسه المصري يعرف أو يتعرف على الثقافات الأخرى والفولكلور والتراث الآخر، والأجانب برضو يتعرفوا على التراث المصري بتاعنا من خلال العروض والحفلات اللي بتتقدم داخل المكان. أول يوم للمهرجان في بيت السناري كان مزيج بين ثقافات مختلفة، وده اللي بيميز مهرجان سماع، إنه مشارك فيه 30 فرقة دولية بيقدموا تراث وثقافات بتلتقي فيها الشعوب لنشر ثقافة التواصل الإنساني بين الدول عن طريق الفن. معنا الخرص يعني بين الأولاد والبنات، وهنقدم مجموعة من الألحان والمدايح يعني خاصة بالعذراء وبالكنيسة ومجموعة متنوعة. يعني ممكن تقول كده ان احنا بنمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بنقدم مجموعة من الألحان القبطية اللي بتعبر عن تراثنا وعقيدتنا. بكون مبسوطة جدا وأنا بشارك كل سنة في مهرجان سماع، وبكون مبسوطة إن عندنا مهرجان بالقوة دي وقادر إنه يوحد العالم كله وثقافات العالم كله في مكان واحد. إحنا بنحاول نوصل جزء صغير من عقيدتنا الأرثوذكسية المسيحية، إزاي نقدر بس نفهمهم حتى لو حاجة بسيطة مثلا، ونوريهم جزء مبسط يعني من الألحان القبطية. مهرجان سماع بنتعرف على ثقافات كتيرة بنبقى مستمتعين بيها، وهم بيتعرفوا بينا بيبقوا مبسوطين جدا بالزي بتاعنا وبطريقة غنانا للإنشاد الديني، واحنا بنستمتع بيهم احنا بنستناه. طبعا بنقدم إن شاء الله النهاردة أسماء الله الحسنى، وهنقدم ميدلي أشرقت، وبنقدم أغنية قمر، وبنغني أغنية شمعتين للفنانة حورية حسن، وبقى من ألمع الأغاني إن شاء الله تستمتعوا بيها. إحنا مستمتعين بالشغل فيه قوي لأنه مهرجان روحي، يعني إحنا حتى لما بنيجي يعني نعمل الفقرة بتاعتنا لا إحنا بنقعد نسمع بقية الفقرات اللي جاية من برا. بصراحة الأستاذ انتصار عبد الفتاح عامل شغل كبير قوي، بيجمع
مختلف الحضارات والثقافات. احنا بنتعرف على بلاد احنا عمرنا ما رحناها، بنتعرف على حضارتهم، بنتعرف على افكارهم واحنا قاعدين في القاهرة. الحقيقة المهرجان ده مهرجان رائع جدا، مستو انه هو بيجمع دول كتير قوي، بنشوف ثقافات كتير قوي. انا بحرص ان انا احضره كل سنة علشان على الاقل اكون فاهم وكون شايف واكون سامع الثقافات اللي حواليا بتعمل ايه في الفن، ويعني في الذوق اللي انا بسمعه كل يوم بغض النظر عن اللي احنا بنسمعه كل يوم في مصر. انا بروح المهرجان ده من اكتر من 6 سنين، سواء كان في مناطق مختلفه زي بيت السناري الغوريه، بيبقى فيه اناشيد كتيره وبيبقى فيه حاجات كتيره جدا من بلاد مختلفه وحاجات دينيه مختلفه، ففعلا ببقى حريص ان انا احضره كل سنه وبيبقى ممتع جدا يعني. المهرجان لسه مكمل لحد يوم 28 سبتمبر وفعالياته موجوده كل يوم، سواء هنا في بيت السناري وكمان في قبة الغوري ومسرح السور الشمالي بشارع المعز، فما تفوتوش الفرصة ولازم تيجوا وتنبسطوا بأجواء مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن مهرجان سماع من الأستاذة سهام إسماعيل مدير مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني في البداية لو تعرفينا على أبرز الفرق المشاركة في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وصل عددها الكام تقريبا؟ والله الحقيقة عندنا أكتر من 12 ثقافة مختلفة، لكن غير الفرق المصرية المتنوعة عندنا طبعا على سبيل المثال رومانيا، اليونان، الكونغو، البوسنة، جيبوتي، جنوب السودان، سوريا، أندونيسيا. الحقيقة ثقافات متعددة جدا والحمد لله فرق أيضا متميزة جدا. عظيم. أستاذ سهام، أنا سمعت أن في دول كتيرة كانت حابة أن هي تشارك. أيوة. وده بيؤكد طبعا أنه المهرجان ليه اسمه وليه تاريخه والناس خلاص اتعلقت بيه، عشان كده كان في دول كتيرة عايزة تشارك لكن في الآخر اقتصر العدد على 30 فرقة فقط. ده حقيقي، يعني كل سنة المهرجان ده أصبح له سمعة دولية كبيرة جدا من خلال الفرق المشاركة على مدار 16 سنة. حضرتك طبعا بالتالي بيبقى فيه سباق يعني على المشاركة، ولكن طبعا ما بنقدرش نستقبل إلا عدد معين نظرا للإمكانيات. لكن الحقيقة الحمد لله السنة دي زاد العدد عن السنتين اللي فاتوا بتوع كورونا، فالحمد لله ابتدينا نرجع للمعدل بتاعنا الطبيعي للفرق. قبل كده كان 15 دولة و20 دولة، الحمد لله السنة دي برضو 12 دولة. ده في تحسن، أيام كورونا كان بيجي 5 دول بس، ففي طفرة يعني الحمد لله. طبعا المهرجان ده زي ما حضرتك عارف له رسائل عديدة ومتميز عن أي مهرجان آخر نظرا لطبيعة المهرجان والرسائل الروحية اللي بيبعثها من مصر إلى العالم كله. التأكيد على المحبة، التسامح، السلام، التواصل الإنساني بين الثقافات المختلفة وبين الشعوب. الحقيقة كل دي معاني جميلة جدا من خلال الورشة الفنية اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح، اللي بيجمع فيها كل هذه الثقافات في وقت واحد، في حفل الافتتاح وحفل الختام، وفي الورشة الحقيقة يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله، يوم المولد النبوي إن شاء الله. طيب حابة أعرف من حضرتك يا فندم، أنه لسه حالا كنت بتقول لنا أنه مش كل الدول اللي بتتقدم أو الفرق اللي بتتقدم مش كلها بنقدر أن احنا نستقبلها ضمن فعاليات مهرجان سماع. على أي أساس بنختار الفرق اللي هتشارك؟ إيه المعايير اللي بيتم اختيار الفرق على أساسها؟ طبعا مستوى الفرق اللي بتشارك بالإضافة إلى التنوع، يعني ما نقدرش ناخد مثلا فرقتين من ثقافتين متشابهتين، يعني بيبقى فيه تنوع ما بين أفريقيا وما بين ثقافة أوروبية ما بين ثقافة عربية. فالحقيقة التنوع ده بيبقى فيه ثراء، يعني حضرتك بتقدري تشوفي جميع ثقافات العالم قدامك يعني. فالحقيقة في التنوع ومستوى الفرق يعني والفرق المتميزة الحقيقة. يعني عندنا الحقيقة مثلا على سبيل المثال الكونغو برازاويل من أهم الفرق على مستوى العالم، ولها طبيعة خاصة جدا بتجذب الجمهور الحقيقة، والناس لمست ده جدا في حفل الافتتاح.
وكان ليهم حفلة امبارح ايضا في السور الشمالي. الحقيقة الناس كلها بتحبها. على سبيل المثال ايضا فرقة الجزائر مستواها رائع الحمد لله، الافتتاح الناس اتبسطوا منها جدا، واكيد كل الجمهور لما بيشوف الافتتاح بينتقي الفرق اللي هو عايز يشوفها وبيروح وراها في اماكن العروض. عظيم جدا. استاذ سهام، مين من الفرق اللي هيشارك في حفل المولد النبوي؟ مجموعه كبيره الحقيقه من الفرق، الانشاد الاسلامي زي جيبوتي، اندونيسيا، الجزائر، بالاضافه الى فرق مصريه متعدده، عشان والفرق الاخرى الحقيقه الاجنبيه هتكون في اماكن العروض الاخرى اللي قبه الغوري النهارده. طيب هل كل فرقه يا فندم هيكون ليها عرض؟ هل كل فرقه هيكون ليها عرض منفصل، ولا ممكن تشترك الفرق مع بعض مثلا في عرض واحد؟ لا، اماكن العروض الحقيقه بيبقى في كل فرقه بتقدم من ربع ساعه، من ربع حوالي ثلث ساعه او نص ساعه في اماكن العروض. لا، كل فرقه لوحدها في اماكن العروض، ولكن الورشه هي اللي بالفنان انتصار عبد الفتاح بيجمع فيها اكتر من فرقه، يعني زي ورشه يوم الثلاثاء ان شاء الله اللي جاي وورشه الختام، ده اللي بيتجمع فيه كل الفرق، لكن الايام الاخرى كل فرقه بتقدم ثقافتها على حده. طيب استاذ سهام، برضو خلينا نعرف الساده المشاهدين، مدة المهرجان مستمر لحد امتى؟ امتى هيكون حفل الختام؟ مكانه فين؟ وعايز اعرف كمان من حضرتك دلوقتي تفاعل الجمهور والحضور شايفاه ازاي دلوقتي؟ الحمد لله تفاعل رائع. المسرح في الافتتاح كان مليان على الاخر، مش اقل من 4000 متفرج. الحقيقه في الفعاليات ايضا الاماكن الحمد لله مليئه بالجمهور. عندنا اماكن العروض بيت السناري وقبه الغوري حد واثنين وثلاث، وعندنا السور الشمالي ايضا الفعاليات برضو حد واثنين وثلاث، الورشه بتاع مولد النبي في السور الشمالي، ويوم الخميس ان شاء الله حفل الختام في السور الشمالي. يعني عندنا ثلاث اماكن العروض، بيت السناري وقبه الغوري، السور الشمالي، وحفل الختام في السور الشمالي. ده امتى يا فندم حفل الختام؟ يوم الخميس القادم ان شاء الله، يوم 28 سبتمبر. اختيارات ممتازه يا فندم للاماكن اللي بيتم فيها العروض. بالنسبه للتذاكر يا فندم والدخول، هل في رسوم لا مفيش ماديه ولا الدعوه مفتوحه مجانيه للجمهور؟ المجانيه للجمهور، يجوا يعني في اي وقت من وقت من على الباب كده؟ بدايه من الساعه 7:30 والعروض بتبدا 8:30، الناس الجمهور من الساعه 7:30 بيحضر عادي، الدعوه مفتوحه بيدخلوا في اي وقت. طيب لو حد حابب ان هو يحضر الحفلات دي يا فندم ويعرف البرامج ويعرف الاماكن هذه الحفلات، بتبقى ممكن يعرفها ازاي او ممكن يعرف التفاصيل دي منين؟ التفاصيل من التواصل طبعا الاجتماعي عليها كل الجدول، بالاضافه الى صفحه فيسبوك مؤسسه حوار لفنون ثقافات الشعوب. مؤسسه حوار لفنون ثقافات الشعوب. لفنون ثقافات الشعوب. طبعا مهرجان هذه الدوره 16 بيتم تحت رعاية مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء ووزارة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة السياحة والآثار، هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. عظيم جدا. أستاذ سهام، مكانة دولية وشعبية كبيرة جدا لهذا المهرجان، مش فقط في مصر زي ما كنا بنتكلم والدول العربية، بل على مستوى العالم كله. ازاي ممكن نستغل ده يا فندم؟ نعم، ازاي ممكن نستغل ده في الترويج للإبداع المصري؟ لا طبعا، الفن هو أقصر الطرق لتوصيل الرسائل. الحقيقة مهرجان زي ده بهذه السمعة وبهذه المشاركة بيصدر صورة حضارية عن مصرنا الحبيبة من خلال الفرق المشاركة في المهرجان، وأيضا الترويج السياحي لبلدنا الحبيبة من خلال الأماكن الأثرية اللي بتقدم فيها المهرجان. والحقيقة دي من أجمل الميزات في المهرجان. عايز اقول لحضرتك الفرق الاجنبيه بتبقى قد ايه سعيده بهذه الاماكن، وبيكتبوا على الفيسبوك على صفحاتهم في بلادهم، دي من يعني كلها الحقيقه رسائل هامه جدا بيقدمها المهرجان. طيب استاذه سهام، اخيرا يعني احنا بنتكلم على اهميه هذا المهرجان، وبالفعل في زخم وفي دول كتير حابه تشارك، لكن حضرتك في البدايه قلت لي انه
للأسف بالنسبة للإمكانيات أو بسبب الإمكانيات بنضطر نختار عدد معين من الفرق المشاركة. ده صحيح. عايزة أعرف من حضرتك إيه اللي ممكن تكونوا محتاجينه كإدارة مهرجان سماع عشان يكون يقدر يستوعب فرق أكتر ودول أكتر؟ الإمكانيات يعني الدعم المادي. إيه؟ طبعا احنا يعني المهرجان الحقيقة كبير جدا وليه جمهور، هو مهرجان سماع ومهرجان الطبول الحقيقة الاثنين دول بالذات، فطبعا محتاجين إمكانيات أكتر ودعم مادي أكتر عشان نقدر نستوعب جميع الفرق اللي عايزة تشارك، لأن بنقدر عند حد معين ما بنقدرش نقبل الفرق الأخرى، طبعا بيتضايقوا وبيزعلوا لكن بنقول لهم دايما متعوضة إن شاء الله في السنة اللي بعدها، فبدا بيبقى غصب عننا الحقيقه. ونظرا بقى للظروف الاقتصاديه في العالم كله يعني بيبقى الموضوعات في السنوات الاخيره صعبه شويه، ولكن الى حد كبير يعني بنحاول نستوعب اكبر عدد ممكن. يعني اتمنى انه الحقيقه يصل صوت حضرتك ويمكن يكون في دعم اكبر خلال الفعاليات القادمه والنسخ القادمه، لانه بالفعل مهرجان مهم وبالفعل هو واصل لدول كتير جدا زي ما حضرتك بتقولي، في دول كتير جدا من وفرق كتير جدا حابه تشارك، لكن احنا اللي بنضطر ان احنا نختار من هذه الفرق طبعا نظرا للامكانيات. بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ سهام اسماعيل مدير مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه، شكرا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع فاطمه. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وعبر صفحته على فيسبوك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وقوة وصلابة العلاقات بين البلدين، مشددا على التطلع المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وخلال ترأسه مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون. وخلال الاجتماع كلف مدبولي مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة. وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس. التقى وزير الخارجية سامح شكري وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وذكرت وزارة الخارجية أن غوتيريش أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط والتطورات في منطقة الساحل الأفريقي، حيث استعرض شكري تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط. أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية ارتفاع حصيلة ضحايا أعصار دانيال في درنة إلى 3845 شخصا. وفقا للجنة فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا جديدا إضافة إلى جثامين 202 في اليوم السابق. أشارت اللجنة إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتة إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.
منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي جائزتين رسميتين لاثنين من المتطوعين البولنديين خلال توقفه في بلدهم، لكنه لم يتلقى أو يلتقي بأي مسؤول لتوتر العلاقات بين كييف ووارسو بسبب واردات الحبوب. وسلم زيلنسكي الجائزتين إلى بيانكا زالفيسكا وهي صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحى إلى مستشفيات بولندية، ودميان دودا الذي جمع فريقا طبيا لمساعدة الجنود الجرحى بالقرب من خط المواجهة. وكانت بولندا قد قررت الأسبوع الماضي تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما أثر على علاقة كييف مع جارتها التي كانت واحدة من أقوى حلفائها منذ بدء الأزمة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أحدث مقترحات الأمم المتحدة لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لن تجدي نفعا باعتبارها لا تفي بالوعود التي تلقتها بلاده. وصف وزير الخارجية الروسي خطة السلام الأوكرانية المكونة من 10 نقاط بغير العملية على الإطلاق، مشددا على أن حل الصراع سيكون في ساحة المعركة إذا تمسكت أوكرانيا والغرب بها. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلق بلاده حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناغورنو كاراباخ، وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أن واشنطن تدعو أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان كاراباخ وضمان امتثال قوتها للقانون الإنساني الدولي. IAEA inspectors who are critical to doing the work of the IAEA. انتهى موجز الأخبار من التلفزيون المصري، وعودة لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، لكن بعد قليل. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة بأنه النهاردة بيمر 101 سنة على ميلاد الفنان الشعبي الكبير محمد طه الشهير بصاحب 10,000 موال، واللي بيعتبر واحد من أبرز المطربين الشعبيين اللي جم من صعيد مصر وقدموا لنا تاريخ فني ورصيد غناء كبير جدا يا جمال. صحيح يا شاذلي، الحقيقة محطات فنية تاريخية متميزة في حياة رائد المواويل الشعبية محمد طه هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي مع المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جمانة، وصباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا فندم. يمكن واحنا يعني بنحتفل النهارده بذكرى الذكرى 101 لميلاد الفنان محمد طه، لو حضرتك حابب تعرف محمد طه للجيل الجديد هتحكي عنه ايه المسيره اللي هتحكيها لجيل جديد واحنا بنحتفل النهارده 101 سنه؟ ده يعني قرن من الزمان. طبعا محمد طه مطرب استثنائي او فنان استثنائي بكل ما تعنيه هذه الكلمه، استثنائي في صوته في ادائه في ارتجاله. يعني لما نيجي نشوف جميع الفنانين على مستوى العالم ما فيش فنان قدر يقدم فن ارتجال بالشكل ده طوال حياته الفنيه، سواء في الكلمات او في اللحن، وكان عنده سرعه بديهه لا يتفوق عليه احد. صحيح. في سرعه البديهه وسرعة ارتجاله ده خلاه يعمل أكثر من 10,000 موال، يعني في حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ المغنى كله يعني. صحيح. أستاذ محمد، وأنت بتتكلم عن الارتجال، إيه اللي بيتطلبه فن الارتجال؟ إيه اللي المفروض يكون موجود في الفنان عشان يقدر يرتجل؟ سرعة البديهة طبعًا والإحساس العالي، إلى جانب إن هو كان من كتر ما هو عاشر أو لاصق جميع الفئات المجتمع البسيطة قدر يفهم كل واحد بيفكر في إيه. يعني لو طلبة هيعرف يتكلم مع الطلبة إزاي، لو عمال هيعرف يتكلم مع العمال إزاي، ده احتكاكه المباشر بكل شرائح المجتمع خلت سرعة البديهة عنده والفطرة والذكاء كل ده نمى عنده سرعة البديهة. أعتقد أنه لازم يكون كمان مثقف يا أستاذ محمد عشان يكون عنده مفردات. بالضبط، ثقافته هو طبعا ما كانش لا يجيد القراءة والكتابة، لكن ثقافته من الناس، وده اللي خلاه فعلا يعني مجرد ان يعرف اسمك ايه فعلى طول ممكن يعمل موال ويلحنه هو على المسرح.
فما كانش عنده مشكله او غضاضه في الموضوع ده نهائيا. طيب استاذ محمد، واحنا بنتكلم عن رصيد كبير 10,000 موال، هل كانت المواويل مواويل مختلفه، يعني 10,000 موال مختلف، ولا خلينا نقول النسخ مختلفه من المواويل ذاتها، يعني في مواويل مكرره لكن بنسخ مختلفه بما انه كان بيرتجل؟ 10,000 موال واكثر كلهم رصد فيه ووثق فيه جزء كبير جدا من تاريخ مصر، من شكل مصر في القرن الماضي. كان بيتكلم عن مشاكل اجتماعية، كان بيتكلم عن الفئات المجتمع المختلفة، كان بيرصد كمان سير ذاتية وملاحم شعبية موجودة في تاريخنا وفي تراثنا. ما سابش حاجة ما تكلمش فيها الفنان محمد طه في مواويله. أي صغيرة وكبيرة في حياتنا كان بيتكلم فيها بطريقة أو بأخرى، حتى انه في الافلام استعان في السينما المصريه. طبعا صحيح، لما كانت بتستعين في السينما المصريه كانوا بس مجرد ان يعرف المشهد عباره عن ايه، وكان يشرب قهوته ويفضل قاعد كده لغايه ما يدخل عليه يقولوا جاهزين، يبدا هو مع نفسه الارتجال. واللي حصل في فيلم السفير عزيزه مع سعاد حسني وشكري سرحان، وهو كان المشهد كان بيقدمه للفنان الكبير عادل كاسب، وهو كان المفروض ان هو خارج من السجن وعارف ان هو جزار في الفيلم، فعلى طول سرعه البديهه قال له طالع من السجن وزنك زايد رطلين وزياده، دي من نفسه وهو عارف كويس جدا ان سياق العمل الدرامي وشخصيه الفنان في الفيلم. يعني كان انسان ذكي بيعرف يوظف ذكائه الفطري في الارتجال وفنه. حتى رصيد الافلام كمان اللي شارك فيها مش بسيط، يعني حوالي 40 فيلم بالضبط، وكان كل هذه الاعمال الفنيه كلها اعمال يعني ليها يعني الفيلم نفسه لما كان بيتعرف ان في محمد طه، صوره الافيش نفسه كان بتتصدر صوره الافيش محمد طه واسمه مع الفنانين نجوم الفيلم، لمجرد انه معروف ان لو اسم محمد طه في الفيلم هيجذب الجمهور، مع انه هيظهر في مشهد يغني فيه في فرح او في كده، لكن مع ذلك اسم محمد طه كان اسم بيبيع على افيشات الافلام برغم انه ما قامش ببطولات افلام. عظيم. ازاي بدا رحلته حتى وصل للعالميه في النهايه؟ راجل جه من الصعيد للقاهره، كان جاي يشتغل في مصنع للنسيج، وبعد كده خد المنحة اللي المفروض يكون موجود فيه لحد ما وصل للعالميه. هو فعلا شغله في مصنع الغزل والنسيج، هو طبعا زي ما حضرتك عارف استاذ محمد، هو كان راجل بيحب الفن كان في دمه. فلما كان بيقف مع العمال في مصنع الغزل والنسيج كان بيغني لهم في الاستراحه، كان بيغني باسمائهم، بدا حبه بحبه صوته، طبعا صوته كان بيشجعهم بقى جميل. فزاد الانتاج، زاد الانتاج طبعا، وخاصه لما نزل القاهره وبدا يغني، فاكتشفوا الاذاعي الكبير الاستاذ طاهر ابو زيد هو بيغني في احدى مقاهي الحسين، وقال له تعالى الاذاعه وهنقدمك في تعمل وصلات في الاذاعه بصوتك. وبالفعل الا لكن انا بشوف ان نقطه البدايه الحقيقيه لما قدمه الاذاعي العظيم الاستاذ جلال معوض في حفلات ثوره يوليو امام الزعيم جمال عبد الناصر، كان بيغني وسط كوكبه كبيره من المع نجوم الغناء، نجاة وفايزة أحمد وصباح وعبد المطلب كمان. يعني تخيل حضرتك لما يبقى كل المجموعة دي، وكان لسه أول مرة يعني ما كانش بيواجه الجمهور في حفل عام، أول مرة يواجه الجمهور في حفل عام كان أمام الزعيم جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في احتفالات ثورة يوليو 52. فده خلاه يعني حتى إن طبعا كان الارتجال طبعا مناسب للثوره ولمبادئ الثوره، وكانت ارتجالات او مواويل وطنيه تخص المناسبه اللي وقت بيغني فيها. طيب استاذ محمد، يمكن من التساؤلات برضو اللي موجوده عن الفنان محمد طه انه كان بيبكي كل ما يغني مواويله. هو كان في بعض المواويل اللي كانت بتحبها والدته. لما والدته كانت توفت لما كان بيغنيها كان يعني كان الجمهور بيشوف بكاؤه، حتى ان كانت دموعه بتنهمر وهو بيغني، يعني لا يوقف الغناء، وكان بيبدع اكثر ودموعه منهمره على اكثر من موال كانت والدته، كان اخذهم بإحاء من والدته لانها هي اللي اكثر واحده امنت بيه ووقفت معاه في ظل ظروف قاسيه هو عاشها في بدايه حياته. عظيم. استاذ محمد، ليه دخل موسوعه جينيس؟
10,000 موال عشان العدد يعني. ارتجال سواء كان غناء ولحن وتأليف، وده ما بيحصلش. ده 10,000 موال يا استاذ محمد، ده المعروف في الاذاعه وفي المسجل في الحاجات، انما في اكتر من كده كمان غير موثق. يعني التراث محمد طه للاسف الشديد اكتر يعني مش موثق، هو لو وثق هيبقى، لو تم توثيق تراثه يزيد كمان اكتر من كده بكتير كمان. أستاذ محمد، يعني خلال تواجد الفنان محمد طه على الساحة الفنية كان الحقيقة يمكن بيتم توصيفه حتى من خلال الصحافة كتير جدا، عايز أعرف من حضرتك إزاي كان بيتم وصف الفنان محمد طه وقتها؟ طبعا هو وصف الفنان محمد طه اتوصف كتير جدا بأنه أسطورة الموال وفن وإمبراطور الموال، حتى أن الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جليل البنداري وصفوا ايه براندو الموال الشعبي، لانه فوجئ انه كان في لبنان، وفوجئ جليل البنداري من نافذه الغرفه بتاعته في الاوتيل بتاعه لقى جماهير كثيره من لبنان، لبنانيين واقفين محمد طه، وبدل ما يمضي لهم على اوتوجرافات ولا على اهداءات، كان بيعرف اسم كل معجب ويديله موال. طرع انتباه جليل البنداري هذا الكاتب الصحفي والناقد الصحفي الكبير، وكتب مقالات كبيره جدا في قيمه وقدر هذا الفنان الاستثنائي. نقدر نقول انه كان صاحب مدرسه خاصه في فن الموالي استاذ محمد. طبعا وكان صاحب مدرسه خاصه، وانا عايز اقول حاجه مهمه جدا كمان من خلالك يا استاذ محمد، ان وصل لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين. فمره الدكتور في احد المرات لما كان موجود عميد الادب العربي دكتور طه حسين في احدى الحفلات، ونزل يسلم عليه احدى الحفلات الوطنيه طبعا، وكان موجود دكتور طه حسين، ونزل يسلم عليه المطرب الكبير محمد طه، فقال له ايه شهاداتك يعني؟ قال له انا معيش الا شهاده الميلاد وشهاده الخدمه العسكريه. فتلاقي دكتور طه حسين عميد الادب العربي يقول له انت معاك شهاده ربانيه. الله، يعني شوف هذه المقوله جعلت منه يعني ده كان اكبر وسام يحصل عليه الموهبه. طبعا الادب العربي الموهبه فرضت نفسها طبعا، لا جدال، لان احنا لغايه دلوقتي بنسمع، كفايه لما نسمع استاذ محمد يعني خليك فاكر مصر جميله، شوف حضرتك قد ايه بيقولها بمنتهى العفويه بمنتهى الجمال من غير اي مبالغات، احساس كمان احساس واصل طبعا. طبعا من غير اي تكلف، حتى الان يعني نحن بنسمعها وتاريخ بنتكلم بعد مرور قرن من الزمان، انه يكون في فن عايش حتى الان، ده معناه هو بيتكلم عن نفسه فن حقيقي موجود يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وزاره التموين اعلنت عن تزويد معارض اهل المدارس بالسلع الغذائيه ومنتجات اللحوم اللي بيتم عرضها باسعار مخفضه عن الأسواق الخارجية، وكمان تم الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعروض طوال فترة إقامته أو الموجودة طبعا في المعرض، والتسهيل كمان على المواطنين. خلينا نتعرف يا شاذلي أكتر على تفاصيل من الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو حضرتك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين على السلع الغذائية المقرر تزويدها أو تزويد معارض أهل المدارس بها بجانب مستلزمات المدارس كمان. أول حاجة كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. يا بنا وبرضو أستاذ أحمد، ممكن تغير المكان بس عشان نسمع صوت حضرتك بوضوح. ألو، تفضل يا فندم. بلد الزبادي طبعا هذه المعارض بتقام وفق لتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بتقدم منتجات مصريه بجوده عاليه وفي نفس الوقت باسعار منخفضه للساده المواطنين. الحاجه الثانيه يا فندم ان كل ما يحتاجه الطالب موجود تحت سقف واحد، سواء طالب الجامعه او طالب المدرسه، بمعنى ان طالب المدرسه لما يروح المدرسه بتاعته الصبح والشنطه بتاعته فيها كل ما يحتاجه داخل هذا المعرض. المعرض الرئيسي يا فندم ده بيقام على مساحه 6000 متر، بيضم 178 جناح، واللي شرف بافتتاح معالي فخامة السيد دوله رئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء 14/9، وفتح الجمهور تاريخ 15/9. المعرض قام 15/9 حتى 9/9. كل ما يحتاجه الطلب زي ما قلت لحضرتك موجود في شاف واحد.
التخفيضات لا تقل بأي حال من الأحوال عن 20%. المعرض بيضم 5 قطاعات رئيسية، أول قطاع فيهم طبعا الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، وده لوحده 70 جناح. الجناح الثاني أو القطاع الثاني المصنوعات الجلدية بمختلف أفراحها زي الأحذية والشنط، حتى المحافظ موجودة كمان هناك في المعرض. الحاجة الثالثة طبعا المواد الغذائية. المواد الغذائية يا فندم أنا بذكر من خلال برنامج حضراتكم المحترم دوت إن الشركة المصرية القابضة التابعة لوزارة التموين داخلة ب 11 جناح بتضم جميع أنواع السلع الغذائية ابتداء من المربى والجبن بأنواعها والألبان بأنواعها حتى الزيت والسكر والرز موجودين داخل هذا المعرض. إذا هذا المعرض مش بس للطالب، لا ده للأسرة المصرية كلها. القطاع يمكن الرابع اللي هي المستلزمات بتاعت اللابتوب والكمبيوتر موجوده برضو، والقطاع الخامس وده مهم جدا اللي هي الملابس الجاهزه، الملابس الجاهزه عن الزي المدرسي اللي بتحتاجه الاسره علشان خاطر ابنائها. طيب يا فندم حضرتك تحدثت عن وجود السلع الغذائيه، كمان في تخفيض على السلع الغذائيه اللي هتكون موجوده في معرض اهل المدارس مظبوط؟ بالطبع يا فندم، ده اساسي. كام يا فندم نسبه التخفيض؟ التخفيضات يا فندم لا تقل باي حال من الاحوال عن 20%. طيب ايه السبب اصلا يا فندم برضو؟ موجوده طبعا استاذ احمد، عشان ممكن الناس تسال برضو، احنا اكيد عندنا الشوادر اللي فيها السلع الغذائيه والمعروض من هذه السلع، ايه السبب اللي خلانا نحط هذه السلع في معارض اهل المدارس؟ وده جديد اعتقد، دي اول سنه يتنفذ ده. هو السنه دي حضرتك بالنسبه لمعرض اهل المدارس احنا وازننا ما بين احتياجات الطالب واحتياجات الاسره. عظيم. لان احنا الجميل جدا اللي احنا شفناه وشاهدناه بعيوننا داخل معرض اهل مدارس الرئيس اللي موجود في مدينه نصر ان هناك تكتلات اسريه، بمعنى الزوج والزوجه والابناء موجودين تحت سقف واحد في هذا المعرض، وده كان الهدف الاساسي. يعني غير بقى تخفيف الاب عن كل الاسره المصريه، الا ان كان في هناك بعد اجتماعي اخر وهو لم شمل الاسره مره اخرى في الاعياد والمناسبات ومنها هذه المعارض. الجديد في الامر برضه حضرتك ان دوله معالي رئيس مجلس الوزراء اشاد بالمنتجات المصريه اللي اصبحت دلوقتي موجوده داخل المعرض بنسبه لا تقل عن 80%، وهي مصريه صناعه مصريه بنسبه 100%، ودي حاجه جميله جدا. الحاجه الاجمل بقى حضرتك ان هذه البضاعه موجوده من المنتج الى المستهلك، يعني دون وجود اي بسيط، بمعنى ان اساسا هو السعر مخفض وكمان عليه تخفيضات وفقا لاداره المعرض. اعتقد ان معرض السادس تقبل واحسان الساده المواطنين، وده اللي بيسلك صدورنا، يعني اهم حاجه رضاء هذا المواطن. طبعا بكل تاكيد يا فندم. طيب لو حضرتك تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين على مواعيد فتح المعارض، يعني اولا هيستمر لحد امتى ومواعيد فتح ابوابه وغلقها ايضا؟ المعرض الرئيسي يا فندم هو من 16 لحد 29، مواعيد الافتتاح حضرتك 10 الصبح حتى 10 مساء. الجديد في الامر برضه حضرتك ان في 58 معرض رئيسي داخل محافظات جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه الى 108 معرض فرعي، وكمان 32 شادر و64 قافله متحركه. هايل. كل هذه البوتقه من المعارض هدفها حاجه واحده بس، هي خدمه الاسره المصريه. والقوافل دي يا فندم في جميع محافظات مصر، وكمان المعارض دي موجوده طوال ايام الاسبوع مظبوط؟ بالظبط يا فندم بالظبط. طيب ده في بعض المعارض حضرتك كمان هتبقى مفتوحه بعد دخول المدارس كمان. ده عظيم جدا. نيجي نتكلم بقى عن نقطه ثانيه وهي لا تقل اهميه عن كل اللي حضرتك ذكرته، وهي جوده المعروضات. يمكن هدف اداره المعرض السنه دي يا فندم برئاسه الاستاذ مهندس ايمن حسام الدين كنا بنشتغل على السعر المخفض اولا ثم الجوده، والجوده هي لا تقل ابدا عن السعر، ويمكن دوت اللي اشاد بيه دوله معالي رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء المرافقين لسيادته. حتى الساده المواطنين اللي بيدخل المعرض بيلاقي منتجات جميله جدا وجوده عاليه جدا. انا مش عايز اقول اسماء مكتبات داخله، ولكن احنا راعينا السنه دي برضو ان كبار المكتبات داخله في هذا المعرض وصغار برضو المكتبات، عشان يديهم فرصه ان هم يظهروا ويزوروا منتجاتهم الجيده الساده المواطنين، وهم الحكم الرئيسي في هذا، مش احنا. الحكم الرئيسي في هذا الموضوع هو الساده المواطن. انا شايف ان حتى المكتبات الصغيره داخل السنه دي لاقت اقبال شديد جدا من قبل الساده المواطنين، لانه بيلاقوا كل ما يحتاجونه وفي نفس الوقت الجوده عاليه جدا. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد ابو الفضل مدير عام الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين. دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل باقي فقرات.
مشاهدينا الآن جولة رياضية محلية وعالمية. مشاهدينا أهلا بكم وجولة رياضية جديدة. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامجا خاص لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات في صالة الجيمنازيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة. مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات علشان يخوض مباراتين وديتين خلال معسكره في العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر والثانية أمام الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع اللاعبين لطالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد في مباراة سان جورج الإثيوبي المقبلة في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الانتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين أن الأهلي جاهز للحفاظ على لقبه الأفريقي. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اختتم تدريباته امبارح استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة. فريق نانت المحترف ضمن صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد حقق فوزا كبيرا على ضيف فريق لوريان بنتيجة 5-3 في لقاء لجمع الفريقين على ملعب بوجوروا ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي. فريق مانشستر سيتي الإنجليزية حقق الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024. فريق برشلونة فاز على نادي سيلتا فييغو بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب لويس كامبينيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. فريق ميلان الإيطالي فاز على ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024 على ملعب سان سيرو. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. بشكرك يا فاطمة، شكرا جزيلا. مشاهدينا كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بدأ فصل الخريف وبدأت التوقعاته المبدئية اللي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية واللي أكدت أنه هيشهد في بعض الأوقات زيادة في معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خصوصا على مناطق السواحل الشماليه. عشان كده دايما بنقول يا جمانة ان الفتره دي فتره تطرف مناخي، احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل وامتى وليه. أيه. فصل الخريف اللي كان دايما معروف عنه الاعتدال بعض الشيء في درجات الحراره، تساقط اوراق الشجر، نسمه برد لكن لطيفه ومقبوله. التنبؤات بتقول ان السنه دي في بعض الارتفاعات المؤقته في درجات الحراره على بعض المناطق خصوصا في النص الاول من الخريف. ماذا يخبئ لنا فصل الخريف ده؟ اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه سابقا اللي منورنا. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. ماله الخريف؟ ايه اللي جرى له؟ يعني ما حدث او ما هيحدث في الخريف هو ما حدث في العالم كله، التغيرات المناخيه اللي اثرت على العالم كله واثرت على مصر طبعا. شفنا صيف غير عادي، درجات حراره عاليه جدا على مستوى جميع محافظات مصر. خليني اقول لا، ده على مستوى العالم كله. صحيح. درجات الحراره في اوروبا لم تشهد مثل هذا الارتفاع، وصلت في اسبانيا 46، في ايطاليا كانت 47، شفنا في الكويت والعراق فوق ال 55، الصين فوق 52. فيعني التغيرات المناخيه اثرت جامد على العالم كله واثرت طبعا على مصر. طيب بالنسبه لنا يعني احنا كنا فصل الخريف بالنسبه لنا في مصر كان من افضل المواسم ومن اكثر الاجواء اللي كنا بنستمتع بيها. لو هنعرف الساده المشاهدين يا فندم يعني فصل الخريف شكله عامل ازاي؟ بيتسم ايه فصل الخريف؟ ده اللي احنا حافظينه. ايه بقى الجديد؟ يعني دلوقتي فصل الخريف هيبقى شكله عامل ازاي؟
خليني أقول برضو ما زال فصل الخريف أجمل فصول السنة في مصر مش الربيع. يعني أنا أتفق مع حضرتك، في ناس ممكن تزعل بس هو الربيع عشان بيغنوا له والورد بيطلع والشجر بيخضر ومش عارف إيه، لكن في الحقيقة فصل الخريف ما زال رغم التغيرات المناخية ما زال من أجمل أجواء السنة في مصر. إلا أنه طبعا هو سماته أن الجزء أو النص الأولاني منه في أو بدايته يعني بيشابه إلى حد ما الصيف في درجات حرارته، يعني يبدأ درجات حرارة عالية إلى حد ما، يعني مش يعني القاهرة ممكن توصل 35 ثم يبدأ يعتدل درجات الحرارة. سماته أن بيبقى فيه حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية بتتمثل في أمطار غزيرة بتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، يعني سلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب البلاد، حتى وسط الصعيد بيبقى في أمطار على السواحل. السنة دي من المنتظر طبعا مع التغير المناخي أن ممكن تكون نسب الأمطار هتكون أعلى شوية عن السنوات السابقة. بس احنا كنا دايما بنقول ان فصل الربيع هو اللي فيه اعتدال في درجات الحرارة. لا، فصل الربيع من اعلى درجات الحرارة في السنة تقاس في فصل الربيع. يعني فصل الربيع ارتفاع في درجات الحرارة، والصيف ارتفاع شديد، لا ده والخريف ارتفاع، لا ده هقول لحضرتك حاجة فضل. الربيع بتوصل فيه درجات حرارة اعلى من درجات الصيف كمان، ولكن نسب الرطوبة تبقى اقل كتير جدا، ولذلك احنا ما بنحسش بالربيع ان ايه ان حر قوي نتيجة ان الرطوبة قليلة. لكن في الصيف بتجد ان الحرارة ممكن تبقى مثلا 38 بس الرطوبة 80، فانت تحس ان انت يعني حتى لو قاعد في الضل حس ان مخنوق. انما في الربيع انت ممكن الحرارة بتوصل في احد السنين وصلت على القاهرة 47 ما بتوصلش في الصيف نهائيا. ده في 2019 الكلام ده كانت اعلى درجة حرارة تقريبا وصلت ليها، ما بتوصلش نهائيا كده في القاهرة، لكن حصلت، لكن الرطوبة كانت نازلة. فبالتالي علاوة على ان كمان فصل الربيع ما تنساش ان بيبقى فيه رياح الخمسين، فعشان كده ما هوش احنا كده بنقفز من الشتاء على الصيف على طول. يعني خليني اقول لحضرتك ان البرد للحر ان حدث من تغيرات مناخية مع ارتفاع في درجات الحرارة يخلينا اقول ان برضو الخريف هيبقى فيه درجات حرارة اعلى من المعدل الطبيعي لكل سنة، لكن مش هيبقى عالي قوي، يعني ممكن ما بين درجتين وثلاثة بالكتير، لكن الظواهر الجوية هي اللي ممكن تختلف عن العوام السابقة. طيب دكتور، يمكن احنا شاهدنا في الصيف بما ان حضرتك ذكرت بقى تغير المناخ وظواهر تغير المناخ، يمكن احنا في الصيف شفنا امطار حتى لو كانت خفيفة بس حصل سقوط أمطار في فصل الصيف، ودي بالنسبة لنا كانت من المشاهد اللي احنا مش متعودين عليها في مصر تحديدا، يمكن في بلاد أخرى ده كان بيبقى موجود عادي. بس بما ان احنا بنتكلم على فصل الخريف اللي بالفعل بيكون فيه أمطار، ده هينعكس ازاي على فصل الخريف لو هنتكلم حتى على محافظات مصر المختلفة؟ يعني هيبقى شكل فرص تساقط الأمطار شكلها عامل ازاي بما ان احنا مؤخرا كمان بنشهد الحقيقة تقدم كبير جدا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بقينا بنقدر ان احنا نتنبأ بكل الأحوال الجوية، بيبقى عندنا عن دراسة طبعا وعن علم، فعايز اعرف من حضرتك هيبقى شكله عامل ازاي لو هنتكلم تحديدا عن فرص سقوط الأمطار. خليني اقول لحضراتكم احنا في الخريف بنتأثر بمنخفض السودان الموسمي، ده بيبقى درجة حرارته عالية، بيقابل في طبقات الجو العليا هواء بارد، فبيبدأ يعمل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وده اللي بيؤدي إلى الأمطار الغزيرة اللي بتصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد. في بعض حالات بيبقى أو في بعض الأوقات بيبقى بنتأثر بمنخفض جاي من جنوب القارة الأوروبية، ده اللي بيدي أمطار على السواحل الشمالية وأحيانا بتصل إلى القاهرة. ده الشكل العام لفصل الخريف في مصر. طيب إزاي إحنا بنقدر نرصد هذه الظواهر ونتنبأ بيها، وهل التطور التكنولوجي الحاصل والذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا أكتر في ده؟ خليني أقول لحضراتكم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك أحدث أجهزة الأرصاد الجوية على مستوى العالم، وأيضا الموديل المختلفة موجود في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية
وصلت مصداقيتها إلى 100% وبشهادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأنا كنت عضو في المجلس التنفيذي في المنظمة، فكان دائما بيجينا وما زال بيجينا جوابات شكر من المنظمة الأرصاد الجوية إن إحنا مستوى التنبؤات عالية جدا، خاصة إن إحنا عندنا أحدث الأجهزة ما قلت لحضراتكم، وأيضا السادة المتنبئين الجويين والرصيدين الجويين بياخدوا دورات في مختلف دول العالم. فبالتالي احنا فعلا الحمد لله نقدر نقول ان احنا من اوائل الدول اللي التنبؤ بتاعها جيد جدا، ونوصل الى امتياز كمان لحد نسبه 100% كمان في التنبؤ. دي حقيقه. طيب بالنسبه لاخبار الشبوره المائيه بقى، هل هتزيد؟ يعني احنا كمان في الصيف ده الحقيقه تابعنا انه في الرطوبه ونسبه الرطوبه كانت زياده شويه، هل الشبوره المائيه في الخريف كمان هتبقى يعني هيبقى معدلها بالمعدل الطبيعي اللي احنا حافظينه، ولا كمان هيكون في اختلاف فيها؟ كل ما هيبقى في حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه كل ما هتبقى الشبوره المائيه موجوده وهتبقى كثيفه في المساء المتاخر والصباح الباكر زي ما حصل اليومين دول، لان في حاله من عدم في حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه مع ارتفاع في درجات الحراره ونسب الرطوبه العاليه، فده هيخلينا ان احنا نشوف شبوره مائيه كثيفه في ايام القادمه ان شاء الله. عظيم. دكتور احمد، زي ما حضرتك ذكرت ان احنا من اوائل الدول اللي بنقدر نتنبأ بالظواهر قبل حدوثها، قبل حدوثها بقد ايه، وطبيعه التواصل بين الهيئه مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنيه عشان تاخد حذرها هي كمان؟ حضرتك احنا التنبؤات بتاعتنا بتشمل كل عناصر الرصد، عباره عن الرياح في اتجاه وسرعه، الرؤيه، الظواهر الجويه، الحراره والرطوبه والضغط، كل دون بالارصاد الجويه بتقدر تعمل تنبؤ لمده من يوم، من ساعه، مش من يوم بس، من ساعه الى شهر. بس طبعا القاعده العامه على مستوى العالم كله، كل ما طالت فتره التنبؤ كل ما قلت مصداقيته، لانه وارد يحصل تغيير. فبالتالي الارصاد الجويه دايما بتطلع التنبؤ لمده 4 ايام، ده اللي بيبقى النسبه 100% في نجاحه. اما بالنسبه تبقى خلاص ظاهره وشيكه الحدوث، يعني خلاص هتحصل بيبقوا بقى متاكدين. ف يعني الظواهر بيبقى بالذات الظواهر القويه قوي بيبقى على الاقل اسبوع بتنبأ، يعني بتنبأ بيها قبلها على الاقل باسبوع لما يكون اكتر، وبيخطر جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفه في مصر التي تحتاج الى النشرات الجويه، سواء كان في المطارات الجويه او في من ناحيه البحار، من ناحيه الناحيه البريه، يعني كل الجهات في مصر على علاقه بالارصاد الجويه، وهناك العديد من العلاقه القويه ما بين الارصاد الجويه والمحافظات كلها، وخاصه محافظات السواحل. طيب دكتور، يعني خليني ابعد بقى مع حضرتك عن الخريف، واحنا بنسمع كده واحنا ماشيين في الشارع، احنا الصيف جه حر جدا يبقى الشتاء هيجي برد جدا، هل في علاقه بين الاثنين، وهل شكل الشتاء هيبقى عامل ازاي بقى؟ لا توجد علاقه علميه ما بين ما حدث في الصيف وما سيحدث في الشتاء نهائيا، لان الموضوع ده شاغل ناس كتير قوي من المصريين، ان بيقولوا شكل الشتاء السنه دي هيبقى صعب قوي جدا في حرارته، ده احنا هنشوف شتاء صعب جدا. لا فيش اي علاقه علميه ما بين ما حدث في الصيف وما سيحدث في الشتاء. طيب بنفس الموضوع برضو، الناس بيقولوا الصيف السنه دي حر، الصيف اللي بعده هيجي احر، وطول ما احنا ماشيين سنه عن سنه بتزيد درجه الحراره. طيب خليني اقول لحضرتك ان اللي حضرتك قلته ده الى حد ما اللي هو صح، لان في كاتب في الجاردين، كاتب خاص بالبيئه اللي بيكتب في البيئه في الجاردين، عمل بحث استعان فيه بحوالي 40 من علماء المناخ والرصاد الجوي على مستوى العالم. فكان البحث ده انا بعتبره بحث خطير جدا، لانهم قالوا الاتي: اللي احنا شايفينه حاليا ده اللي هيكون الطبيعي، الأسوأ قادم.
يعني الأسوأ قادم. هم قالوا كده في الآخر يعني بقى الأربعين عالم دول توصلوا قال لك إن اللي أنت شايفه حاليا من الطبيعة هو ده اللي هيكون الطبيعي. يعني حرارة عالية، ظواهر جوية غريبة جدا، ده هتبقى بالنسبة لك عادية. ده الأسوأ قادم في الأحوال الجوية. تفضل. وده اللي يعني مش الكاتب مش هو قاعد كتب من نفسه، ده استعان بأربعين من علماء المناخ والأرصاد الجوية في مستوى العالم. طيب دكتور، يمكن احنا تابعنا للاسف زي ما حضرتك قلت فصل الصيف كان في ظواهر مناخيه مختلفه وكانت شديده الحقيقه جدا، وكانت بالنسبه لنا تغيرات صعبه جدا. يعني بقينا بنتابع مشاهد في كل دول العالم حقيقي بالنسبه لنا مختلفه، وخلاص يعني احنا بالنسبه لنا بقت قضيه تغير المناخ او ملف تغير المناخ ما بقاش قضيه رفاهيه ولا على هامش الفعاليات الدوليه. خلاص الارض قررت انها تكشر عن انيابها وتورينا بقى يعني او نجني ثمار ما فعله الانسان على مدار ملايين السنين. بس هل نقدر نقول ان فصل الصيف هو الفصل اللي بتعبر فيه الكره الارضيه عما حدث بها خلال ملايين السنين، وان احنا فصل الشتاء نعتبره بمثابه هدنه، ولا هنتابع تاني مظاهر تغير المناخ في فصل الشتاء ايضا؟ حضرتك لخصتي الجملة الشهيرة أنا دايما بقولها، الإنسان حارب الطبيعة فالطبيعة حاربته. صحيح. وده اللي حصل فعلا. احنا مش عندها ان طبعا الإنسان حارب الطبيعة باستخدامه المفرط للفحم ومشتقاته والبترول ومشتقاته، وقضى على المساحات الخضراء والحرائق الغابات، حاربته الطبيعة بالظواهر الجوية العنيفة اللي احنا شايفينها على مستوى العالم كله، وآخرها ما حدث في ليبيا الشقيقة. طيب ده هيبقى في الصيف بس؟ لا، ده هيبقى على مستوى العام بالكامل. يعني احنا هنشوف ظواهر جوية غريبة وظواهر جوية خطيرة ودرجات حرارة لم نتعود عليها في كل فصول السنة سواء في مصر أو في مستوى العالم كله. طيب من ضمن الظواهر برضو اللي بقينا نشوفها خلال الفترة اللي فاتت ان احنا ممكن نلاقي الجو حر جدا وفي مطرة، نلاقي في رياح مثيرة للأتربة، في تراب في الجو وفي مطرة نازلة. دي برضو من الظواهر الجوية اللي بعزيها الى التغير المناخي. ان في فصل او في وقت لم نتعود فيه على هطول الامطار تجد ان في امطار، لم نتعود مثلا ان في وقت لا تكون فيه نشاط للرياح المثير رمال وأتربة تجد ان في وقت ان في نشاط وفي رمال مصارة. فطبعا كل دون التغير، خليني اقول لحضرتك التغير المناخي ليس له ظاهره محدده يمكن تعميمها على مستوى العالم كله. كل نشوف ظواهر متداخله مع بعض، ظواهر متداخله، وكل دوله بتتاثر بالتغير المناخي وفقا لجغرافيه هذه الدوله والتضاريس الخاصة بها. فعشان كده يعني تجد مثلا في أفريقيا ممكن تلاقي دولة فيها جفاف وفي جولة جنبها فيها فيضانات، دولة فيها سيول، دولة فيها عصير، دولة فيها عواصف. فتجد التغير المناخي مفيش ظاهرة، دي ظاهرة واحدة محددة أقدر أعممها على مستوى العالم. طيب حضرتك ذكرت انه احنا حاليا اللي هي عمل الارصاد الجويه في مصر الحقيقه بقت متقدمه جدا، بس بشكل عام هل في ظاهره مناخيه لا يمكن التنبؤ بيها، ولا كل الظواهر المناخيه يمكن التنبؤ بيها؟ خليني اقول لحضراتكم حاجه يمكن تكون الناس يعني متستغربها شويه، كل ما تكون الظاهره عنيفه كل ما يمكن رؤيتها على الأقمار الصناعية. يعني ما حدث في ليبيا كان واضح جدا للعالم كله على صور الأقمار الصناعية من ساعة بداية تكوينه أمام السواحل اليونانية. وكان واضح وهو صحيح. بيتحرك. يعني لو حضراتكم لو أنا فاتح صور الأقمار الصناعية واضح جدا قدامك الحركة بتاعة المنخفض وعمقه ومدى الطاقة اللي فيها قد ايه وهيمشي يروح فين، تقدري تتتبعيه جدا 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 حتى على صور الأقمار الصناعية مش على الخرائط بس. فاحنا نقدر فعلا وبنقدر فعلا ان احنا نبقى متابعينه من بداية تكوينه حتى
نهاية أي ظاهرة يعني. عظيم. حضرتك دلوقتي بتقول أنه ممكن تكون حتى الدول جيران، لكن يحصل هنا تأثر وهنا لا، لأنه بيختلف بحسب طبيعة الأرض. ده مش مسألة الدول بس، كمان ده المحافظات يا فندم. احنا بنشوف في بعض المحافظات جوه عندنا في مصر، في محافظة فيها أمطار وأمطار غزيرة، وفي محافظة تانية ما فيهاش، حتى ممكن تكون محافظة كمان مجاورة ليه. شوف هقول لحضرتك حاجة. لو خدنا مثلا العاصفة اللي حصلت في اليونان ووصلت إلى ليبيا، يعني لو هتبص، لو تبص لحركة هذه العاصفة هتستغرب جدا. يؤيد الكلام اللي سيادتك بتقوله، ان العاصفة جاية من اليونان اتحركت في البحر المتوسط لناحية الجنوب. هي طول ما هي في ماشية في البحر بتاخد طاقتها كلها من البحر. فجت على ليبيا، ومن سوء الحظ انها دخلت على منطقة جبلية فعملت أمطار غزيرة جدا فوق الجبل. فبعد كده الأمطار دي عملت سيول. شوف بقى حضرتك اللي حضرتك بتقوله، ان هي دخلت على ليبيا وراحت داخله على اليابسة. لما دخلت على اليابسة بدأت تفقد كتير جدا 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 من طاقتها، وبدأت تدخل بعد كده على مصر من ناحية جنوبية، بقت جنوبية غربية. ده اللي يخليني اقول لك تستغرب الله صحيح. ليه ده؟ عشان اتجاه الرياح بدأ يغير صحيح. وطبيعة الأرض زي ما حضرتك ذكرت، واتجاه الرياح برضه. فده بيحصل كتير في المحافظات، ان اتجاه الرياح ياخد ظاهره معينه على محافظه ياخدها وديها الى اخرى. بنشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه سابقا، شكرا جزيلا. نورتنا يا فندم. شكرا لحضراتكم. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع فاطمه خليل، تفضلي فاطمه. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وعبر صفحته على فيسبوك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وقوة وصلابة العلاقات بين البلدين، مشددا على التطلع المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وخلال ترأسه مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون. وخلال الاجتماع كلف مدبولي مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة. وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تتم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس. استضاف وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين في إطار آليات التعاون الثلاثي، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث وزراء خارجية الدول الثلاث سبل تفعيل التعاون في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات منها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية. هذا واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة. أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في درنة إلى 3845 شخصا. ووفقا للجنة فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا جديدا إضافة إلى جثامين 202 في اليوم السابق. وأشارت اللجنة إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتة إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات
الاحتفالات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحايا الكارثة، ما يجعل الرقم قابلا للزيادة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أحدث مقترحات الأمم المتحدة لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لن تجدي نفعا باعتبارها لا تفي بالوعود التي تلقتها بلاده. وأوصف وزير الخارجية الروسي خطة السلام الأوكرانية المكونة من 10 نقاط بغير العملية على الإطلاق، مشددا على أن حل الصراع سيكون في ساحة المعركة إذا تمسكت أوكرانيا والغرب بها. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فيرجينيا، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومتر في الساعة تقريبا، وتوقعت الهيئة أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك فوق جنوب شرق فيرجينيا خلال الساعات المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى الرئيس شي جين بينغ. جاءت الرسالة ردا على التهاني التي أرسلها الرئيس الصيني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل. نهاية موجز التاسعة من التلفزيون المصري، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، لكن بعد هذا الفاصل. شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها، وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. الفدائي عبد المنعم إناوي، صقر السويس. بعد عدة محاولات فاشلة لاقتحام السويس في حرب أكتوبر، اكتفى العدو بحصارها وعزلها وقطع الاتصالات عنها، فكلفت المخابرات الحربية الفدائي عبد المنعم إناوي عضو منظمة سيناء العربية بالتسلل خلف خطوط العدو وجمع المعلومات عن حجم أسلحته وتحركاته أثناء الحصار. كان عمر البطل لا يزيد على 28 سنة، تسلق جبل عتاءة واستقر في حفرة ضيقة وليس معه سوى جهاز لاسلكي وكاميرا ونظارة معظمة، إضافة إلى بطانية خفيفة وجركن ماء واحد وطعام يكفيه 15 يوم فقط. لكن بطولة إناوي استمرت لأكثر من ذلك، حيث قضى 101 يوم على الجبل طوال فترة حصار السويس، وحين نفد منه الطعام والماء أكل الحشائش وشرب بقايا المطر بين الصخور. وكانت تأتيه النجدة عندما يلتقي برجال الصاعقة الذين ينفذون عمليات هجومية أو استطلاعية حول السويس فيمدونه بالطعام والشراب. كان لمهمته الفضل في إنقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من التدمير، حيث رصد نقطة استطلاع للعدو بالقرب من مركز القيادة فسارع إلى إرسال التحذيرات قبل هجوم العدو على المقر بساعات، وتم نقل مقر قيادة الجيش إلى موقع آمن قبل هجوم العدو مباشرة. بعد كل هذه السنوات اللي مرت على انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 73، ما زالت جميع مراكز الدراسات الاستراتيجية والكليات والمعاهد العسكرية بتؤكد أن ما قدمته هذه الحرب في العلم العسكري الحديث هو بالفعل الركيزة الأساسية لعمليات التطوير في مجالات التسليح والتنظيم والتكتيكات وأساليب القتال كمان. طبعاً يعني الحقيقة يمكن ده أدى لتأثير إيجابي على طلاب الكليات العسكرية السنين اللي فاتت من خلال نقل الخبرات العسكرية اللي تم استخدامها في الحرب عشان يتم تدريسها من الأبطال اللي شاركوا في هذا النصر العظيم للطلاب في الكليات العسكرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كيفية نقل هذه الخبرات العسكرية من أبطال القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر لأجيال الكليات العسكرية، أيضا أهم المعارك اللي قامت بها القوات قوات الصاعقة في حرب أكتوبر.
من ضيفنا المنورنا النهارده اللواء اركان حرب دكتور احمد يوسف، قائد قوات الصاعقه وحرس الحدود الاسبق والمستشار الحالي بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا، كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين والشعب المصري والجيش المصري كله طيب. اسمحوا لي ان انا اتقدم باسمى ايات التقدير والاحترام لشهداء حرب اكتوبر ولكل من شارك في التخطيط والتنفيذ لهذا الانتصار العظيم. كل تأكيد. في البداية فندم، يعني الحقيقة ملحمة مصرية عظيمة انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة 73، بس حابة أعرف من حضرتك وننقل يمكن الأجيال الجديدة والسادة المشاهدين، إزاي الحرب والانتصار في حرب أكتوبر إزاي انعكس على طلاب الكليات الكلية العسكرية وقتها؟ يعني هو طبعا أنا يعني ما شرفتش بأن أنا أشارك في حرب أكتوبر، أنا كنت في السنة الثانية في الكلية الحربية، فيمكن بدأت طالب ثم بعد كده ضابط صغير ثم حتى توليت المناصب القيادية المختلفة. فأنا يعني أقدر أقول بوضوح كامل إن إرجاع الحق إلى أصحابه. هو كان المشير طنطاوي. المشير طنطاوي كان واخد باله قوي قوي من هذه الجزئية، وخصوصا ان كان في رؤى ومقولات في الجانب الاسرائيلي من خبراء وقاده ان بانتهاء جيل اكتوبر وخروجه من الختمه العسكريه سوف يعود الجيش المصري الى حاله خمول وحاله ضعف مره اخرى. فدي كانت احد الاساسيات والقواعد الاساسيه اللي عمل عليها المشير طنطاوي، وعمل عليه مع كل قارة القوات المسلحة في كل الأفرع، منها الجزء الخاص بنقل الخبرات. كان نقل الخبرات ده تم بطرق وأشكال كثيرة جدا. لو اتكلمنا على طلبة الكليات العسكرية، طبعا هم بياخدوا جزء نظري وجزء تطبيقي. الجزء النظري مين اللي كان بيدرس في طلبة الكليات العسكرية؟ هم الأبطال والقادة والضباط اللي شاركوا واكتسبوا خبرات من حرب أكتوبر. فبالتالي كانت طريقة شرحهم لنظريات القتال وتكتيكات القتال كلها مرتبطة بما تم تطبيقه ونجاحه في حرب 73. فكانت المصداقية موجودة، وكان الشغف مننا كطلبة وإحنا بنسمع منهم كان موجود، وكانت القناعات موجودة لدينا وإحنا طلبة، سواء وإحنا طلبة في الكلية الحربية ثم بعد ذلك بعد التخرج اتدربنا وتعلمنا على أيدين أبطال من اللي نفذوا عمليات حقيقية واكتسبوا خبرات حقيقية على أرض الواقع في حرب 73. و أيضا القادة اللي كانوا بيدرسوا في المعاهد العسكرية وفي الكليات والأكاديميات الخاصة بالدراسات العليا، سواء كان كلية القادة والأركان أو الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا اللي كانت قبل كده أكاديمية ناصر، كل دول اللي كانوا موجودين على الساحة، وحتى الآن هم قادة بيدرسوا ومستشارين في هذه الكليات والمعاهد العسكرية وبيدرسوا خبرات حرب أكتوبر. أنا كنت آخر منصب ليا كان مدير أكاديمية نصر، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومجموعة كبيرة من القادة ومن الأساتذة العظماء المؤهلين بدراسات دكتوراه وماجستير وزمالة وخلافه ما زالوا موجودين حتى الآن، وبيعطوا كل خبراتهم وبينقلوا كل خبراتهم للدارسين. عظيم. سيادة اللواء، زي ما حضرتك ذكرت انه وقت الحرب حضرتك كنت طالب لسه في سنة تانية في الكلية الحربية، ايه اللي كان بيدور بينكم وانتم طلبة؟ يعني لما كنتوا بتسمعوا البيانات بتاعة الحرب احساسكم كان بيبقى عامل ازاي؟ كنتوا بتتكلموا في ايه؟ الحقيقة يعني احساس مليء بالفخر والعزة لما بتسمع بيانات تحقيق انتصارات عملية العبور اللي احنا كنا حاطين قلبنا على ايدينا على قلبنا تتم ولا ما تتمش، لانها من العمليات العسكريه الصعبه جدا جدا، انك تقتحم مانع مائي
وعليه يعني خط أسطوري من النقط القوية والمحصنة. عملية كانت عملية أقرب أن تكون شبه مستحيلة. فأن احنا القوات عبرت، الأبطال بتوعنا عبروا، مشاعر مليئة بالفخر. أقدر أقول أن المرحلة دي مثلت بالنسبة لي أنا اللبنة الأساسية في الولاء والانتماء الوطني. تشكل جوانا كلنا، مش أنا بس، كلنا، أنا وزمايلي الطلبة في الكلية وفي باقي الكليات والمعاهد العسكرية، حالة من حالات الوعي والانتماء الوطني للدولة وللقوات المسلحة، وفخر وإعزاز. وما يؤكد كلام حضرتك كمان هو دخولكم الكلية الحربية في هذا التوقيت، وانتم عارفين احنا مقبلين على حرب لا محال. بلا شك، يعني أنا دخلت الكلية الحربية سنة 72، تخرجت في بداية سنة يناير 76. فبلا شك طبعا كل اللي دخلوا في التوقيت ده وما قبلنا كانوا داخلين بدافع وطني موجود جوه كل شاب خلص ثانوية عامة ونفسه يشارك في تحرير الأرض المصرية المحتلة. طيب سيادة اللواء خلينا برضو نتوقف في نفس الفترة الزمنية. بالتأكيد كان في قصص كتير جدا، يعني يمكن احنا لحد النهاردة بنعرف قصص بنحكيها وحكيناها على مدار السنين اللي فاتت، وحتى الآن بنعرف قصص فداء وقصص تضحية وبطولة جديدة. في وقتها حضرتك تذكر يعني القصة، قصة تضحية أو فداء أو قصة بطولة توقفت عندها؟ يعني طبعا هو أنا بعد كده بعد ما اتخرجت على طول التحقت بقوات الصاعقة وفضلت فيها من ملازم حتى توليت قائد قوات الصاعقة حوالي 37 سنة. فبلا شك في قلب هذا المعقل من البطولات لقوات الصاعقة سواء كانت في حرب الاستنزاف أو في حرب 70 قرينا، وبعد كده عملنا ندوات وعملنا حسب بقى مراحل بقى قياداتي المختلفة. فأنا يعني توقفت الحقيقة عند حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي كانت الحقيقة قوات الصاعقة بذلت فيها وقامت فيها ببطولات كثيرة جدا جدا، بداية من معركة يعني توقفت عندها كثيرا وهي معركة راس العش. معركة راس العش دي أو يعني نسميها ملحمة راس العش دي كانت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 67، تحديدا 1/7/67، يعني أيام قليلة. وكان ببساطة يعني العدو متقدم بيتقدم بقواته عشان شمالا في اتجاه مدينة الأنطار شرق عشان يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس. صدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في مدينة بورسعيد، وصدرت قوات لبعض الوحدات الفرعية الصغرى إنها تمنع تقدم العدو ده. وفعلا نجحت في خلال 4 أيام إنها تكبد العدو خسائر كثيرة وتمنعه من التحرك شمالا والاستيلاء على مدينة الأنطرة شرق. المعركة دي الحقيقة كانت أيقونة في هذا التوقيت. ليه؟ لأنها أولا جت في توقيت كان في حالة يعني إحباط نفسي سواء على مستوى القوات المسلحة أو على مستوى الشعب المصري، ان يبقى في عمل بطولي ينفذ بعد ايام قليله من احداث 67. ده عمل حاله معنويه عاليه قوي قوي داخل وجدان الشعب المصري وداخل افراد القوات المسلحه اللي هي بنسميها ازاله اثار العدوان. يعني كانت بدايه الـ اعاده الثقه او استعاده الثقه، بدايه رفع روح المعنويه مره ثانيه. بالظبط كده، كان ليها يعني في طبعا اعمال بطولات كثيره جدا طبعاً لقوات الصاعقه. برضو يعني لو هستكمل اتفضل. برضو في طبعا تم بقى في 67 بقى في الحرب الاستنزاف دي الكثير من الاعمال القتاليه سواء كانت اغارات على نقاط قويه ومنع العدو من العبور واسر قوات، طبعا كانت بتتم بطريقه
فيها فدائيه قوي قوي، يعني ان عناصر صغيره اعداد بسيطه 4 5 3 2 يعبروا القناه سباحه ثم يروحوا ويتعرضوا لدوريه استطلاع للعدو ويدمروا مركبه او يأسروا ضابط او مقاتل من الجانب الاسرائيلي ويرجعوا بيه مأسور. دي كانت عمليات فيها حاله من الفدائيه وحاله من يعني البساله والتضحيه كبيره قوي. بعد كده كان في الحقيقه معركه مؤثره قوي. المعارك كثيره بقى في 73، معارك كثيره جدا وكمائن كثيره واغارات كثيره. يعني تقريبا نقدر نقول ان قوات الصاعقه كانت مكلفه بمهام محدده او مهمه محدده. ايه هي هذه المهمه؟ انها بتبر خلف خطوط العدو وتمنع تقدم قوات العدو واحتياطياته من العمق للتدخل في المعركة الافتتاحية للحرب اللي هي عملية العبور واقتحام النقاط القوية وبناء رؤوس الكباري. بناء رؤوس الكباري ببساطة شديدة هو بعد ما القوات بتعبر ما ينفعش انها تبقى موجودة في العراء، فبتعمل خطوط دفاعية عشان تقدر تقابل القوات المتقدمة من العمق، تقابلها بدفاعات عشان ما يحصلش خسائر كتير. فدي معركة حساسة جدا وعملية حساسة جدا بناء رؤوس الكباري. كانت قوات الصاعقة مكلفة انها تمنع تقدم العدو من خلال المضايق ومحاور تقدمه وتعطله اطول فترة ممكنة عشان تدي مساحة زمنية لبناء رؤوس الكباري وانجاح عملية بناء رؤوس الكباري وعملية العبور واقتحام النقاط القوية. فطبعا يعني نجحت قوات الصاعقة الحقيقة في منع تقدم العدو في على 6 محاور او 6 مضايق. يوم 6 نجحت في قفل مضيئين، مضيق ابورديس ومضيق فيران. يوم 8 نجحت في قفل مضيئين، المطله وغرندل. يوم 12 اكتوبر نجحت في قفل مضيقين اللي هو الرزازات وبوزنيمه. فدي كانت مهمة نجحت فيها قوات الصاعقة، طبعا بالإضافة للقوات الجوية والمدفعيات برضو عطلت تقدم العدو حتى نجحت القوات اللي عبرت إنها تبني رؤوس الكباري. بتوقف أيضا عند معركة مهمة قوي قوي قوي، وأنا بعتبرها يعني كانت إحدى المعارك المؤثرة في العملية العسكرية ككل، وهو العملية كمين راس سدر الجبلي. كمين راس سدر الجبلي ده كان فيه لواء مدرع للعدو متقدم وهيتدخل في عملية إنشاء راس الكوبري بتاع الجيش الثالث الميداني. من ضمن المهام بتاع صاعقة إبرار قوات وخلافه، وأثناء إبرار إحدى كتائب الصاعقة بعد الطائرات تم تدخل القوات الجوية وأحدثت خسائر في عملية الإبرار دي، وبدأت القوات اللي تم إبرارها ونجحت في الإبرار بخسائرها بجرحاها بإلى آخره برضو مصرة على تنفيذ المهمة. فكان في سرية بقيادة الشهيد رفعت نقيب قاد المجموعة بتاعته ووصل إلى وادي سدر ونظم كمين في مضيق سدر الجبلي. المضيق ده المضيق نفسه بيدي حاكمية للقوات اللي بتنفذ الكمين. يعني طبيعته بتدي حاكمية بس عايزة استبسال وعايزة فدائية وعايزة وعايزة وعايزة. العدو حاول يمر من هذا المضيق اعتبارا من يوم 6 اكتوبر. حاول بدأت القوات بتاعة النقيب رفعت تتعامل مع هذا الكمين وتمنعه من المرور. طبعا يعني أي طبقا للتكتيكات اللي هو المدرع ده بيدفع قدامه عناصر تأمين ودورية استطلاع وخلافه، مجرد ما الدورية تبدأ تدخل في مدخل المضيق يبدأ يتعامل معها النقيب رفعت بقواته وأبطاله اللي كانوا موجودين معاه. يرجعوا تاني يجيبوا طيارات تضرب في العناصر. طبيعة الجبلية للمضيق الطيارات ما تأثرش
في الناس طالما يعني استخدم الأرض كويس وحصل حالة ستر كويس واختفاء كويس، يحاولوا مرة تانية مرة تالتة، كل ما في دبابة تدخل تتضرب تمثل عائق كمان في التحرك وهكذا. طبعا أحدثوا خسائر كثيرة جدا في هذا اللواء في الدبابات وفي المركبات والعربات المدرعة، ومنعوا هذا اللواء أنه يتقدم اعتبارا من 6 أكتوبر حتى نهاية العمليات. استشهد فيها النقيب رفعت وعدد كثير من السرية بتاعته، ويعني عمل من الأعمال المؤثرة على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفدائية والبسالة في تنفيذ والإصرار على التنفيذ رغم الخسائر اللي حصلت والطيران اللي اتضرب أثناء الإبرار وخلافه. يعني حالة جميلة وحالة فيها تضحية وفداء. طيب سيادة اللواء، زي ما حضرتك ذكرت أنه في تكتيكات وأساليب قتال مختلفة اتبعتها القوات المسلحة في هذا التوقيت، وده اللي خلى بعد نجاح طبعا هذه الحرب وانتصرنا فيها، خلى المعاهد العسكرية بتدرس هذه الحرب كمنظومة شاملة من حيث التخطيط والخداع الاستراتيجي وغيره حتى عملية النصر. وده بيحصل في الخارج، في الداخل احنا عندنا كمان بتدرس هذه الحرب، وزي ما حضرتك ذكرت عبر الزمان من اول حرب اكتوبر ولحد دلوقتي بتدرس في الكليات والمعاهد العسكريه المختلفه والاكاديميات العسكريه. تاثيرها ايه على المقاتل المصري في هذا التوقيت، على الجندي المصري، على الضابط المصري في هذا التوقيت؟ الحقيقه التاثير طبعا كان تاثير ايجابي جدا، لان يعني حرب اكتوبر بشكل عام كانت حرب نموذج وملهمه مش عندنا في الداخل بس وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية العسكرية عندنا أو تفاعل وتعامل معها واستخلص الدروس منها القادة العسكريين والأساتذة والخبراء العسكريين، مش في الداخل بس، لا كل مراكز البحوث الاستراتيجية على مستوى العالم تعاملت مع هذا النموذج من الحرب بشكل فعال جدا. ليه؟ لأن هذه الحرب الحقيقة كانت حرب يعني نقدر نقول إنها اشتملت على 3 مسارع عمليات مختلفة وأنماط مختلفة من أعمال القتال. مسرع عمليات مائي، قناة السويس واقتحامها والعبور وخلافه، ثم أعمال قتال ضد نقط محصنة وخط محصن كان يمثل أسطورة في هذا التوقيت، وهو فعلا كان صعب جدا جدا وأمامه ساتر ترابي لا يصلح معه أي قصف نيراني أو مدفعي أو طائرات أو لأن ساتر ترابي يتمسك أكتر لما تضربه. نقط محصنة بشكل غير عادي تتحمل أطنان من القنابل الطائرات والمقذوفات، بين النقط مصاطب تتحرك عليها دبابات من الخلف وتطلع على المصطبة وتبدأ تتعامل مع أي قوات تقتحم قناة السويس. فعملية اقتحام قناة السويس دي في حد ذاتها نمط بيدرس وممكن تبقى عملية لوحدها خالص. ثم بعد كده اقتحام النقط القوية وهذا المانع الحصين، أعمال قتال ضد نقط قوية، ده في حد ذاته كان برضو نمط وميدان جديد التعامل مع النقط المحصنة. ثم بعد عملية اختراق هذا الخط انت بتطلع في أرض مفتوحة، يعني قتال في أرض مفتوحة ده من أصعب أنواع القتال. معارك الدبابات الشرسة اللي تمت في هذا المسرح المفتوح ده برضو نمط آخر ومسرح عمليات آخر بري مفتوح. فكل هذه العوامل خلت من حرب أكتوبر نموذج يجب أن يتفاعل معه كل مراكز البحوث على مستوى العالم. نيجي بقى على التكتيكات الصغرى اللي نفذت، هنتكلم بقى على قبل التكتيكات الصغرى نتكلم على خطة خداع. صحيح. استراتيجي خطيرة جدا جدا جدا. كيف نجحت خطة الخداع أو التخطيط في خطة الخداع في إن هو يخفي عن عدو موجود على 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 مسافة عشرات الأمتار بنقط مراقبة وأجهزة مراقبة واستطلاع إلكتروني وأقمار صناعية بتاعة أمريكا بتمدهم بالمعلومات، وقوات في الجانب الآخر قواتنا كيف تخفي يوم الهجوم، كيف تخفي توقيت الهجوم؟ دي عملية
في خطة خداع استراتيجي على مستوى الدولة تمت بنجاح واحترافية عالية جدا بتدرس. احنا قاعدين قدام بعض وانا اهجم وفي يوم وفي توقيت وفي ساعة محددة وانت ما تعرفش حاجة عن الكلام ده خالص. يعني كل العناصر المخابرات والمحللين السياسيين والى اخره اقروا سواء في الجانب الامريكي قالوا احنا فشلنا في تحديد توقيت الهجوم بتاع الجانب المصري، وده بقى ياخدنا الى اهم مبدأ من مبادئ الحرب، وده اللي كان العامل الاساسي، مبدأ المفاجأة. ده مبدأ مبادئ الحرب. اذا في قوات نجحت في تحقيق المفاجأة، وطبعا تحقيق المفاجأة مش هيجي غير بخطة خداع، طبعا نجحت في تحقيق المفاجأة يبقى كده عوامل النجاح هتستمر معاك. احنا نجحنا في تحقيق المفاجأة لان كان صعب جدا يتم هذا العمل العسكري العظيم بدون خطة خداع، وإلا يعني كل الدراسات بتقول أي قوات تقتحم مانع مائي بهذا الشكل خسائر لا تقل عن 80%، قولا واحدا يعني نظريات علمية وأدبيات علوم عسكرية ما فيهاش يعني فصال، يعني فإنك أنت تنجح بأقل الخسائر الممكنة نتيجة المفاجأة اللي هي كان وراها خطة الخداع الاستراتيجي، ده شيء مبهر يعني. كل تأكيد. الجانب الآخر أساليب القتال بقى زي ما أنت حضرتك قلت. أساليب القتال طبعا كان في حالة وقف أمامها مراكز البحوث العسكرية، إزاي عناصر المقذوفات الموجهة بتتعامل مع الدبابات. دي كانت حالة فريدة من نوعها ونجاح رائع للقوات المشاة اللي كانت مدعمة بعناصر مقذوفات موجهة في الموجات الأولى عشان تقابل الدبابات اللي هتتقدم من العمق بتاعة العدو. دي كانت ما كانش ليها اهتمام كبير قوي في نظريات العلوم العسكرية. دي أصبحت حالة تدرس كيف نجحت القوات المصرية بعناصر مقذوفات موجهة وما هياش متطورة قوي. احنا بنتكلم على أربجي المدى بتاعه 300 متر أمام دبابة المدى بتاعها صواريخ ومدافع ورشاشات تصل حتى 4 كيلو. كيف يقابل الار بي جي اللي مداه 400 متر ولا 300 متر يقابل 4 كيلو دبابة شايفاه ورصداه من 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 4 كيلو من 4 كيلو. لكن الاستخدام التكتيكي للعناصر دي والحماس والفدائية في استخدام الأرض يحفر حفرة في وقت قياسي وحفرة برملية وينزل فيها ويختفي في هذه الحفرة حتى تتقدم الدبابة لحد ما تصل إلى المدى المؤثر للأربجي ويضربها ويفجرها 300 متر أو 400 متر بالإضافة للمغزوفات الموجهة المضادة للدبابات اللي دعمت بها عناصر المشاة في الموجات الأولى، حاجة اسمها يعني مغزوفات موجهة مداها برضو بنتكلم في 2 كيلو وعن طريق سلك بالتوجيه، عايزة مهارة عالية قوي برضو. الأطقم بتاع المغزوفات الموجهة دي اللي كانت مدعمة لما كانت بتستخدم برضو ورا ثانية أرضية ورا كدية وحشيشية ورا قدرة شجرية ورا حفرة في خلافه ثم الطقم 3 أفراد يستخدموا هذا قاعدة الإطلاق دي بالمغزوف الموجه ده وينجحوا في كم خسائر في قوات المدرعة للعدو عبد العاطي وأمثاله وخلافه اللي نجحوا في تدمير أعداد ضخمة جدا في دبابات العدو. دي كلها أساليب كانت جديدة جدا جدا على نظرات العلوم العسكرية وأدبات العلوم العسكرية، دي درست في المعهد البري. احنا بقى اللي اشتغلوا في الحاجات دي هم اللي كانوا بيدرسوها، فبالتالي كان التأثير عظيم جدا وكان تأثير إيجابي جدا وفي على المستوى الداخلي عندنا هنا، وخلصنا بدروس كثيرة جدا 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 من هذه إحنا والمعاهد والمراكز البحوث العسكرية الأخرى. بكل تأكيد يا فندم. طيب انطلاقا من نفس النقطة، يعني لو نظرنا لملحمة أكتوبر العظيمة زي ما حضرتك قلت، بداية من عدو يزعم أنه جيش لا يقهر ثم خطة خداع استراتيجي
كانت تتطلب وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا بالفعل العدو يصدق اللي هو شايفه او نخليه يصدق اللي هو شايفه، وانتقارا لخطط واستراتيجيات وتكتيكات زي ما حضرتك ذكرت. ثم يوم الحرب ده تفاصيله كتير جدا، بداية حتى من اختيار اليوم والتوقيت وما الى ذلك. مما لا شك فيه انه العالم توقف بالفعل في هذه اللحظة، مش هقول امام الجيش المصري والخطط والتكتيكات، لكن امام الجندي المصري. ومن وقتها بالفعل تغيرت المفاهيم القتالية الغربية، وحتى الآن بتدرس حرب أكتوبر في العالم أجمع. بس وقتها يا فندم أبرز ما توقف عنده العالم في حرب أكتوبر إيه؟ المقاتل المصري. المقاتل المصري، والمقاتل هنا يعني ضابط، قائد، ضابط صف، جندي. صحيح. المقاتل المصري إذا جاز التعبير كان المفاجأة التكتيكية الحقيقية على أرض الواقع في حرب أكتوبر. هذا المقاتل اللي وصل إلى درجة من الاحتراف عالية جدا جدا. أنا في هذا التوقيت كان أخويا ضابط احتياط في الدفاع الجوي. وكان طبعا القوات المسلحة في هذا التوقيت، ودي أحد عناصر القوة وعمل النجاح وعوامل النجاح، اعتمدت بشكل كبير على المؤهلات العليا وضباط الاحتياط، واستبقت بعض الدفعات من ضباط الاحتياط لفترة تالية والآخر. أخويا كان ضابط احتياط في الدفاع الجوي. كان يحكي لي لما ينزل أجازات يقول لي إحنا وصلنا إلى درجة الدفاع الجوي في هذا، هو الدفاع الجوي كان يعني البناء الصواريخ ده كان مستحدث. كان الدفاع الجوي بيعتمد على المواسير، يعني المدفعية المضادة للطائرات. المدفعيه المضاده للطائرات دي مواسير بيتربط عليها بيانات، ونقعد طلقه ايه طبقا لمسافه الطياره وطبقا لمجموعه من المعايير والمحددات معينه. الكلام ده كله موجود في جدول او في 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 في, في كراسه تدريبيه. الهدف الطائره اللي على ارتفاع قد كذا يناسبها زاويه مدفع قد كذا، يناسبها دانا طب نوعها كذا، يناسبها كذا، يناسبها كذا، يناسبها كذا، احداثيات والى اخره، عوامل فنيه. العوامل الفنيه دي عوامل معقده، يعني مش سهله. كل ده مكتوب عشان الطقم ينفذه على طول. طائره على مسافه كذا، المسؤولين يبداوا يعملوا الاحداثيات، يبداوا يربطوا المدفع على وهكذا. يعني أخويا كان بيحكي لي يقول لي إحنا وصلنا إلى درجة من الاحتراف لا نتعامل مع هذه الجداول ولا هذه الكراسات التدريبية. إحنا كنا حافظين طيارة ارتفاعها قد كذا، أربط كذا، اعمل كذا. وبالتالي دي عملية احترافية بتقلل وقت إطلاق الطلقة دي، لان انت لو قعدت تربط وتبص على الجدول طبعًا. وكلام من الكلام ده هتاخد وقت، تكون الطياره غيرت مسارها، تكون الطياره خاصه دفاع اخر. فحاله من الاحترافيه. يحضرني برضو شيء مهم جدا في مساله التدريب والاحترافيه اللي تمت. انا كنت بعمل ماجستير بتاعي في العلوم العسكريه اللي هي اركان حرب دي، والبحث بتاعي بتاع نهايه الدوره كان عن اقتحام النقط القوية، وأنا لأني ضابط صاعقة فقلت هعمل لها شكل جديد من الاقتحام، اقتحام رأسي بالإضافة للقوات اللي هتعبر، ويعني مزج كده. فبدأت أجمع المراجع فشفت كتاب بيتكلم على تنظيم عملية العبور. بصيت في الكتاب لقيت الكتاب وكأنه ما تم في العبور بالضبط. القارب شكله ايه؟ توزيع الافراد باماكنهم ايه؟ توزيع الاسلحه على الافراد في ازاي؟ تفصيلات التفصيلات موجوده بشكل. انا قلت طبعا ده هذا الكتاب تم اعداده بعد الحرب. بصيت في الصفحه الاولى وفي الغلاف الكتاب لقيت الكتاب سنه 72، يعني هذا وتاليف الشاذلي اللواء الشاذلي اللي كان في هذا التوقيت رئيس أركان. يعني احنا كنا وصلنا الى درجه من الاحتراف ان يبقى القارب الافراد اللي فيه شكلهم ايه وتسليحهم ايه ومين قدامه ومين في الوسط ومين في الخلف وده يتناسبوا ايه وده
التفصيلات دي والله انا تخيلت ان هذه التفصيلات ان هذا الكتاب تم تاليفه بعد الحرب، فوجئت انه سنه 72 من تاليف الشاذلي. فده مثال على حاله الاحترافيه اللي وصلت ليها، الاحترافيه والجاهزيه طبعا يا فندم كمان، والجاهزيه والاستعداد القتالي اللي كان على اعلى مستوى اللي تم. صحيح. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا مره ثانيه، كل سنه حضرتك طيب. اللواء اركان حرب الدكتور احمد يوسف، قائد قوات الصاعقه وحرس الحدود الاسبق والمستشار الحالي بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، شكرا جزيلا يا فندم. انا اللي بشكركم، ويعني كل التهنئه ليكم ولاسره البرنامج وللشعب المصري والقوات المسلحه المصريه. شكرا لحضرتك. العفو. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا، استنونا. تعد معركة المنصورة بوجه خاص شاهدة على بطولة القوات الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة، حيث قام سلاح الجو المصري في 14 من أكتوبر بالتصدي للغارات الجوية التي حاول العدو من خلالها استهداف مطارات الدلتا. ومن قاعدتي المنصورة وأنشاص انطلقت الطائرات المصرية للاشتباك مع طائرات العدو في سماء مدينة المنصورة، وسميت فيما بعد بمعركة المنصورة. شارك في المعركة أكثر من 150 طائرة من الطرفين، أظهر فيها الطيار المصري مهارات عالية في القتال الجوي، واستمرت المعركة أكثر من 50 دقيقة لتعد أطول معركة جوية على مستوى العالم. ونجحت القوات الجوية في إسقاط 18 طائرة للعدو رغم التفوق النوعي والعددي لطائراته. فكان يوما شاهدا على أهم المعارك الجوية خلال حرب أكتوبر، ليكون 14 من أكتوبر من كل عام عيدا للقوات الجوية المصرية. حالة من النشاط بتشهدها محافظة الفيوم اللي بتستضيف خلال أيام عدد المهرجانات المختلفة، ومنها مهرجان سياحة مشاهدة الطيور الأول، واللي بيعتبر خطوة نحو نشر أفكار السياحة البيئية، خاصة وأن مصر بيعتبر من أهم مسارات الطيور المهاجرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان من الأستاذ محمد كارم المنسق العام لسياحة مشاهدة الطيور. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. لو تكلمنا اكتر عن المهرجان وفكرته، موعد انطلاقه، يعني لو تطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم. طبعا خلال الفتره اللي فاتت اهتمام القيادات السياسيه بالناتج القومي من السياحه ادى طبعا للتفكير خارج الصندوق، وعمل نمط وشكل جديد من اشكال السياحه، وهي سياحه مشاهده الطيور. وطبعا اضافه سياحه مشاهده الطيور للاجنده السياحيه بيشكل بشكل كبير جدا ان اهتمام عدد كبير من السائحين بهذا النوع من السياحه، ما اللي بيخليه بيضيف تنوع للمنتج السياحي. وطبعا اهم عناصر الترويج السياحي اللي بتاعها هي تنشيط السياحه. ايه الفعاليات اللي هتكون موجوده في المهرجان يا فندم؟ طبعا فعاليات كثيره جدا، طبعا ورش عمل ومحاضرات بيقوم بيها خبراء في الحياه البريه والطيور وسلوكها وحمايه البيئه، ورحلات مشاهده للطيور تحت اشراف مرشدين سياحيين متخصصين من الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. وطبعا في معرض للصور هيقام على هامش المؤتمر، وأعمال فنية مستوحاة من الحياة الطيور والحياة البرية لتعزيز الوعي بأهمية حماية الطيور. وطبعا في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأهم الطيور اللي موجودة في المحميات الطبيعية، والصور دي للمتخصصين وللهواة. طيب أهم النقاط اللي اعتمدها المهرجان لمشاهدة الطيور يا فندم والاستعدادات أيضا ليها؟ طبعا اهم النقاط ان طبعا تم اختيار محافظه الفيوم انها تتمتع ببيئه مناسبه، ويمكن من المحافظه الوحيده النادره في محافظات مصر
اللي فيها بيئة صحراوية وبحيرات مالحة وبحيرات عذبة وأرض زراعية ومستنقعات، فكل التنوع البيئي الخاص بمشاهدة الطيور أو الخاص باكتساب أكبر عدد من الطيور موجود فيها. طيب. وطبعا قربها من القاهرة بيساعد بشكل كبير جدا على ان تدفق الهواة والمهتمين بسياحة مشاهدة الطيور، فبيبقى من المحافظات القريبة من القاهرة. وطبعا التواصل مع المجتمع المحلي للحفاظ على البيئة وأهميتها والتنوع البيئي اللي موجود. عظيم جدا. ايه أنواع الطيور اللي هتكون موجودة يا فندم خلال الفترة دي وده موسم هجرتها؟ هو طبعا موسم الهجرة بيبدأ من أول شهر 10 وإن شاء الله الإيفنت هيكون يوم 13/10 بإذن الله. وطبعا في أكثر من 175 نوع من الطيور المهاجة. عظيم. بتيجي لمكان في الفيوم اسمه جزيرة القرن الذهبي، ده موجود في بحيرة قروة، وده من أهم المعالم البيئية في المحافظة، وبيجي لها في حدود 80,000 من الطيور في المكان دوت، وأهمها طبعا طيور النورس والسمان وطير اسمه فرخ الماء وصياد السمك وأبو منجل وكروان البحر والحمامة الزرقاء والفلامينجو من أشهر الطيور اللي موجودة، وطبعا البط وعصفور الجنة وطائر أبو معلقة. بما أننا بنتتبع بقى هجرة هذه الطيور، هل ممكن نشوفهم مثلا في محافظة تانية خلال الفترة اللي جاية بعد الفيوم؟ طبعا بعد ان شاء الله الايفنت بتاع الفيوم هيكون في ايفنت في الشرقية بإذن الله، وبعد كده في بورسعيد، وبعد كده ان شاء الله في أسوان ان شاء الله. كل الشكر طبعا محافظة جنوب سيناء طبعا يعني من المحافظات الطيور بتبقى موجودة فيها في موسم الهجرة. شكرا جزيلا استاذ محمد كارم المنسق العام لمهرجان مشاهدة الطيور، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد من 7 ل 10. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.